بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنبدأ الآن الجلسة متأخرين حوالي 10 دقائق، إنما أتمنى إنه هذه الجلسة تحقق الهدف منها. الهدف من الجلسة الحقيقة إن احنا بنعرض دور الإعلام في تنمية الوعي بقضايا المياه. والحقيقة إنه سيناريو هذه الندوة لم يكن في تركيزها تناول موضوع سد النهضة، ولكن الأحداث فرضت نفسها علينا بالأخص في الأسابيع الماضية. المنظم لهذه المناسبة هو الأكاديمية العربية للمياه، والأكاديمية العربية للمياه هي الذراع العلمي للمجلس العربي للمياه، والمجلس العربي للمياه بيشرف برئاسة أحد الخبراء الدوليين الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد. الحقيقة ده حيأتي دوره في حديثنا إن مصر زاخرة بخبرات كبيرة في مجال المياه، وإنه مما يؤسف لي تصور البعض بأن احنا في موقف ضعيف، بالرغم أنه مدرسة الري المصرية معروفة على مستوى العالم بيرجع جذورها إلى 10,000 سنة، والشاهد عليها النقوش على المعابد الفرعونية. نحن الذين علمنا العالم أصول هندسة الري ونظم الري. من هنا وبحكم ان الأكاديمية العربية للمية هي الزراع العلمي، فإحنا الحقيقة أسفنا كثيرا لما يدور في الإعلام لأشياء لا تستند لأي منهج علمي. والمعروف انه في حدوث أزمة بتكون الأزمة دي فرصة للخبراء والعلماء والمبتكرين والمبدعين أن يجدوا في هذه الأزمة فرصة للإبداع وإيجاد الحلول المبتكرة. في نفس الوقت عند حدوث أزمة هناك المتربصين، هناك فريق آخر بيجد في الأزمة فرصة للشوشرة واختلاق أشياء لا تستند لأي منهج علمي. من هنا كانت فكرة هذه الندوة. الفكرة إن احنا نحشد أكبر عدد من الخبراء للرد على الادعاءات، وننقي الجو من هذه الشوائب اللي للأسف الشديد دخلت في عقول الرأي العام في مصر. بعض الناس الذين وثقوا في المجتمع العلمي، ومن هنا برضو هناك دور للمجتمع العلمي أن ينقي المناخ ممن يزعمون أنهم يملكون الخبرة للإدلاء بأخوالهم. أصبح لدينا الآن في مصر في ظل هذا المناخ غير المتخصصين الذين يتحدثون في القانون الدولي، بينما مصر تملك خبرات كبيرة في هذا المجال، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور مفيد شهاب وغيره. بالأمس كان الحقيقة وفد المفاوضات المصري بيعرض السيناريوهات المختلفة، وكان أحد المتحدثين حقيقة المجموعة كلها كانت مجموعة يعني تفخر بها مصر، وكان الحديث مستند لمنهج علمي
لا يترك ثغرة لأي أحد إن هو يقول إنه قضيتنا غير عادلة. كان أحدهم أعتقد دكتور محمد هلال، يعني لا أكون مبالغا إنه يصلح أن يكون أمينا عاما للأمم المتحدة، راجل قانون دارس. وبالتالي إحنا في الندوة دي بنحاول إن إحنا نبرز الحشد العلمي الموجود في مصر، ولا قلق إطلاقا لأن قضيتنا عادلة. إحنا بنملك في مصر جيش من العلماء والخبراء، وطالما إن إحنا بنملك هذا الجيش يجب إن إحنا نحسن حشده ونوفر له الإمكانيات بحيث إن إحنا نحظى باحترام العالم لنا. وأنا الحقيقة بكتفي بهذا، وقبل ما أنهي حديثي أتقدم بالشكر للدكتور حسن راتب. دكتور حسن راتب بيمثل النموذج لدور رجال أعمال في قضايا المجتمع. دكتور حسن راتب وافق على استضافة الأكاديمية العربية للمية في جامعة سيناء، وتحمل كل ما يتعلق بأعباء إدارتها، في نفس الوقت أنه خصص من صندوق الإبداع والابتكار جائزة سنوية لأفضل البحوث على مستوى الوطن العربي. والحقيقة أنا قبل الجلسة طلبت منه مقترح، والمقترح الحقيقة بيستند لعالم وخبير أيضا أستاذ الدكتور صفت عبد الدايم، بأنه نحن نحدث أنفسنا. والمظهر والمشهد اللي كان في قاعة أمس لفريق المفاوضين المصريين الذين أبدعوا في العرض بشكل أثار احترام كل الحاضرين من المنظمات الدولية، أنه يستحق هذا أنه يعد كفيلم، أو أن احنا نوفر إمكانية جولة ليهم في المنطقة العربية وفي المنطقة الإفريقية أنه يعرضوا هذا، أو أن احنا نوفر أفلام أو بطريقة إلكترونية بترجمة فورية بترجمة للغة العربية والإنجليزية والفرنسية، كل ما يمكن أنه يتيح للعالم كله أنه يعرف حقيقة القضية بمنهج علمي بعيدا عن العشوائية والأسلوب الحالي في اختراق الحقيقة العقول الرأي العام المصري. إحنا في منطقة شديدة الجفاف، يعني تصنيفنا الجغرافيا بتقول إن إحنا في منطقة شديدة الجفاف، ومعنى كده إن مش مجرد صحراء عادية. 86% من إجمالي مساحة مصر الأمطار فيها صفر صفر. يعني إحنا النهاردة لما نيجي نقارن بين كميات الأمطار المتاحة في مصر هنجد إنها 1.5 مليار متر مكعب في السنة، بنستثمر أغلبه حوالي 1.3 مليار، بتبرز بأنه الندرة موجودة في مصر. إن القضية بحكم إن إحنا أكاديمية عربية، قضية المية لا تقتصر على مصر فقط. وإحنا إن شاء الله في أول ديسمبر بننظم دورة أو ورشة عمل عن دبلوماسية المياه، وهذه ورشة العمل سيشارك فيها خبراء ووزراء من المنطقة العربية، فلسطين، من لبنان، من العراق، ودول هيعرضوا ان القضية ليست قضية مصر فقط. الحقيقة تحدي المية بيمتد في المنطقة العربية، وده يمكن احد الاشياء التي نفخر بان احنا بنستضيف هذه الأكاديمية العربية للمياه في القاهرة بجانب الأم اللي هي المجلس العربي للمياه. فإن شاء الله إنه نحن ننجح في الرد على كل ما يدور في عقول الناس. وأحب أقول برضو شيء واقعي في العالم كله لا يقتصر على مصر، دايما دول المنبع أكثر قوة من ناحية الموقف والموقع من دول المصب. ده شيء طبيعي، المية انه حتى في العمارة السكنية
مصدر المية، السكان اللي تحت ممكن يتحكموا في السكان اللي فوق، ولا يمكن أن يكون الاختيار في الحالة دي إلا اختيار سلمي وودي. أنا بني حديثي وأبدأ الحقيقة بالأستاذ دكتور حسن راتب أنه حدثنا عن دور الإعلام وعملية حروب الجيل الرابع واللي ما يدور في من شبهات حول قضية سد النهضة وخلط الأوراق في هذا المجال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في طيات المحن تكون المنح، أن ما يمر به العالم الآن ليس مصر فحسب، من أزمات ضخمة يتعرض إليها الكون نتيجة لتصرفات الإنسان. نحن أمام أزمة كبرى، إذ لم نستنهض أصحاب العقول وأرباب الزمم ليتصدروا لهذه الأزمة والتحديات التي تواجه التغيرات المناخية، فسنترك لأبنائنا وأحفادنا كون آخر وعالم آخر يموج بمشاكل معقدة قد تؤدي إلى نهاية الحياة. يتطلب استنهاض العلماء واستنهاض عقول البشر، ونتناول هذه الأمور بشيء من الوعي، ولأن الوعي قضية تتعلق بالفهم والإدراك، فإنني أحب أن أطرح بعض النقاط الهامة لضيق الوقت. ويقولون إذا زادت المعرفة قلت العبارة، فنحاول أن نختصر العبارة قدر المستطاع بمساحة المعرفة، ونترك الجالسين ونترك السامعين أن يستوعبوا مساحات المعاني التي نتطرق إليها. الوعي الآن أصبح جزء حاكم وهام في نشر ثقافة مهمة في أن من التحديات التي تواجه العالم الذي نعيش فيه الآن نقص المياه. ونقص المياه جزء خطير جدا، لأنه هو العنصر المحرك الحقيقي للحركة الحياتية، وليس هذا نوع من الرفاهة الفكرية، لكنه بنص القرآن وبنص ما حكم وجعلنا من الماء كل شيء حي، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ولكن حينما تنظر إلى الآية الكريمة وكان عرشه على الماء، وهنا تبرز أهمية الماء، وحينما تبرز أهمية الماء لابد أن نعطي ثقافة الوعي بهذه الأهمية لتلك الحياة التي نعيش فيها وأهمية هذا العنصر. والوعي الآن لم يعد نوع من الرفاهة الفكرية، ولم يعد نوع من لا أصبح ضرورة على مستوى الأسرة في البيت لنشر قضية الإرشاد والترشيد، أصبح على مستوى المدرسة، أصبح على مستوى أجهزة الإعلام. والميديا أخذت شكلا غريب الآن في عالمنا الذي نعيش فيه. كل شخص أصبح يملك موبايل صغير بأوكالة إعلام كاملة، يستطيع أن يستقبل وأن يرسل. وأصبحت السوشيال ميديا ظاهرة كلنا نعلم في البيت الواحد الأولاد كم يعيشون في هذه السوشيال ويغوصون فيها. وبرغم أنها جزء من الثقافة، لكنها أيضا أحد الأدوات الخطيرة التي تشكل عقول البشر والتي تساهم في حركة الوعي الإنساني. إذن هي لها وعليها، وبالتالي فحينما نتطرق إلى حركة الاتصالات العالمية المخيفة الآن في أن يصبح كل إنسان معاه موبايل، بالثورة الإلكترونية الموجودة يستطيع أن يكون مرسل ومستقبل ويؤثر، وبقى فيما يطلق عليه ترند. النهاردة أكبر ترند فلان، النهاردة أكبر، وأصبحت الآن
قضية اليوتيوب وأصبحت قضية الفيسبوك قضية جزء من السلوك الإنساني على مستوى الأطفال قبل ما يكون على مستوى الشباب، وعلى مستوى الشباب قبل ما يكون على مستوى الرجال، وعلى مستوى الرجال قبل ما يكون على مستوى المشايخ. إذن هي قضية حياتية لابد أن نعترف بها. وأصبح الغزو الآن ليس باحتلال الأراضي، لكن الغزو الآن قضية من قضايا احتلال العقول. الذي يستطيع أن يتصدر إلى حركة المنطق والفكر والحجة والإقناع هو الذي يستطيع أن يؤثر في المجتمعات وتتأثر المجتمعات ولا شك. ولقد رأينا ثورات الربيع العربي بما فيها من شرور وبعضا من الخيارات، لكن ولقد رأينا أحداث 11 سبتمبر التي هدمت البرجين التوينز اللي في أمريكا، ولقد رأينا الدواعش تحت زعم الدين وهم أبعد ما يكونوا عن الدين، الدين الذي يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الدين الذي يتطلع إلى سماحة البشر، الدين الذي يحافظ على النفس البشرية ويحافظ على الإنسان حينما يقف رسول الله في الكعبة المشرفة في حجة الوداع ويقول أهون على الله أن تهدم الكعبة ثم تبنى ثم تهدم ثم تبنى ثم تهدم ثم تبنى من أن تزهق روح بغير حق أو تسيل دماء بغير سبب. أليس هذا رسول الله؟ أليس هذا صاحب الدعوة الغراء؟ من أين جئتم أيها الدواعش بسفك الدماء وزهق الأرواح؟ من أين جئتم بهذه المفاهيم؟ إنها مفاهيم دخيلة أدخلتها الثورة الإلكترونية الجديدة، يجندون بعض من شباب ويغسلون العقول بالحجة والمنطق والاقتناع، برغم أن القناعة زائفة وأن الحجة ضعيفة، لكن لأنه الفراغ، والفراغ دائما لابد أن يجد من يشغله، فإذا لم يشغل هذا الفراغ فسيشغله غيرك. من هنا نتطلع إلى حركة الوعي في الميديا المصرية، حركة الوعي في الفقهاء والعلماء في المساجد وفي الكنائس، حركة الوعي في الأسرة التي لابد أن تعي أبناءها، حركة الثقافة العلمية التي ينبغي أن ندرك ما لنا وما علينا في مجتمع نعيشه، ليس مجتمع لنا فحسب، ولكن مجتمع لابد أن نتركه بأمانة كما تركوه الآباء والأجداد لنا، أن نتركه أيضا بأمانة للأبناء والأحفاد. أنا لن أتكلم في قضية سد النهضة، فسد النهضة شيء الحقيقة لا يزعجني، لأن نهر النيل من أنهار الجنة وخلق من خلق الله، وأنا أحب هنا لا أقول أنني لا أتطلع إلى الأسباب أو لا أأخذ بالأسباب كما أمرنا في ديننا الحنيف، لأن ترك الأسباب تنطع مع الله، لكن أريد أن أقول أيضا أن الفتنة بالأسباب شرك بالله، فالسبب لا يأخذني لفتنة ولا يدفعني لليأس، ولكن التوجه إلى المولى عز وجل. وأردت أن ألفت الأنظار والانتباه إلى في هذا الوقت الذي يتكلم فيه الجميع عن ملء السد ومشاكل ملء السد، يأتي المولى عز وجل بأعظم فيضان من 50 سنة. لم يأتي الفيضان الذي جاء في 2019 من 50 سنة، حتى أننا سنفتح المفيض للفائض من الماء. هذا رزق الله وهذا أمر الله وهذا هو التوكل على الله. وكان من الأسباب التي استوقفتني وأثرت في عقلي وأثرت في وجداني الحوار الذي دار من فريق المفاوضين، ولعلي أشارك أخي دكتور إسماعيل عبد الجليل إعجابي أستاذ دكتور محمد هلال. أنا أعلم أنه خريج هارفارد، لكنه خريج الجامعات المصرية قبل أن يكون خريج هارفارد، وكم هو عرض هذه القضية بأسلوب ومنهج علمي يجعلنا نقف العالم يحترمنا. وهنا لابد أن نقول كلمة وصيحة لكل من يتحمل هموم هذه الأمة وأحمل مشاكلها على عاتقي، تخيروا في اختيار المسؤولين ومن يتصدروا للمسؤولية.
فإن مصر ولادة بها العلماء وبها العظماء وبها أرباب الفكر وأرباب المعرفة، وفيها الممارسين، وفيها أيضا من يستطيع أن يتبوأوا مناصب عليا ويتبوأوا مراكز لخدمة هذا الوطن. والله إنه وطن يستحق أن يعيش، إنه وطن يستحق أن تعود له الريادة. وقبل أن أختم، لابد أن أعود بكم إلى محمد علي. وبرغم أن أخي وصديقي إسماعيل عبد الجليل قال أن السد العالي وجمال عبد الناصر، لا، أنا بقول له أن خزان أسوان كان قبل السد العالي. صحيح خزان أسوان كان مشروع مش كبير قوي، لكن أخطر من قام بعمل نهضة ذراعية حقيقية وظهرة ونهضة ري حقيقية في مصر ومصارف مصر الحديثة في محمد علي. خلينا نكون أمناء ونعود للتاريخ، خلينا نكون أمناء ونعود للتاريخ. حينما كانت أوغندا وإمبراطور أوغندا يترجى مصر، ده أيام الملك فاروق قريب، أن ينضم إلى الوحدة مصر والسودان، وحينما كانت أثيوبيا جزء من هذه المملكة. لك الله يا مصر، لك الله، كانت أمة عظيمة. وما زلت أتذكر وزير المالية الأمريكي حينما طلب من الملك فاروق الرعاية لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فيعطي الملك فاروق 400 مليون جنيه استرليني لأوروبا، ويقرض بلجيكا ويقرض ألمانيا، فيقف وزير المالية الأمريكي وهذا موفق ليس كلام، ويبكي بالدموع ويقول له: نعم، مصر أم الدنيا، ستعود الريادة لهذه الأمة، وستعود مصر أم الدنيا، لكن لن تعود إلا بأبنائها الشرفاء، أبنائها الذين يسعون إلى الخير، أبنائها الذين يأخذون بكل الأسباب ولا ينسون التوكل على الله. من هنا كان ليس الوعي فقط أن نتكلم عن قضية مياه، لكن كما قلت في بداية حديثي في طيات المحن تكون المنح، لعل هذه المحنة تستنفر القلوب وتستنفر العقول وتعيد صياغة شكل الحياة في أمة فيها الأبطال وفيها الرواد وفيها العظماء وفيها أيضا الصالحين وفيها الأولياء، ويكفي أنها أمة رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء محفزا للهمم، محفزا للعقول، لكي نطرح مشاكلنا على موائد البحث، ونساهم جميعا فينا كل بقدر طاقته على الحلول العلمية والموضوعية، ليس فقط لقضية المياه وليس فقط لقضية سد النهضة، ولكن لجميع قضايانا المعيشية. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله. أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور حسام مغازي، تحمل مشقة الحضور من الإسكندرية لمشاركتنا. والحقيقة الدكتور حسام مغازي رغم أنه الرجل الذي حدث في عصره كوزير للموارد المائية والري أحد النقاط الإيجابية في مسار هذه القضية، وهو مقل أو يكاد يكون في الحديث عن موضوع القائم حاليا، وخصنا الحقيقة بقبول الإدلاء بشهادته في موضوع السد النهضة، وبالأخص أن توقيع إعلان المبادئ تم في عهده، بل أنه أنا مش عارف لو تأذن لي جزء من الحرب النفسية والأساليب الغوغائية في تناول القضية الجادة الحياتية التي نعيشها، كما قال الدكتور حسن راتب
الحروب الإلكترونية واستخدام الموبايل لنشر شائعات وأشياء يعني لا تستند للحقيقة. كان الحقيقة خطاب، وأنا هطلب من الأستاذ دكتور حسام مغازي أن يعلق عليه سريعا في بداية حديثه. كان خطاب من دكتور مغازي لأعتقد رئيس المجلس الوزراء الدكتور محلب. وانت ممكن حضرتك بقى اقدمك، تحب تتكلم حضرتك من مكانك او زي ما حبيت تفضل هنا. وانا بشكرك مره اخرى لحضورك وتحملك المشاق، وان انت يعني تتحدث الى الراي العام في مصر في هذه الفتره المهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه ابدا بها للدكتور حسن راتب على الدعوه الكريمه لحضور هذه الندوة، وأيضا سعادتي وجودي مع السادة الوزراء علماء مصر في كل في تخصصه، سواء في القانون الدولي أو الزراعة أو المياه، كلهم يعني لهم بصمتهم في خدمة هذا الوطن. وأيضا تحية لكل السادة الحضور. يمكن أول مرة منذ يعني غادرت مقر الوزارة في 2016، يعني فوق 3 سنوات ونص، إن أنا أتحدث عن هذا الموضوع اللي صار الدكتور إسماعيل، وهي الحرب النفسية والأكاذيب والإعلام المضلل بأهداف والأسباب إن زعزعت الثقة في قيادة هذه البلد وعلمائها وخبرائها. فيمكن حزيح هذا الموضوع في أول لقاء ربما يزاع تلفزيونيا بعد 3 سنوات ونص، لأول مرة إن إحنا نكشف كواليس هذا الاتفاق المبادئ وما تعرض له من بعض الهجوم الغير مفهوم والغير مبرر، وأيضا ما تم تناوله في هذه الأيام من أكاذيب الإعلام. من هنا كانت أهمية هذه الندوة إن إحنا يعني نضحت هذه الأكاذيب ونقول الحقيقة، الشهادة للتاريخ عن هذا الاتفاق. ربما حد بعد يمكن دقيقة واحدة كواليس هذا الاتفاق، إن إحنا بدينا عقد تولينا مسؤولية وزارة الري في يونيو 2014. كان في أغسطس 2014 أول لقاء للوزراء والوفود بعد توقف دام عام بدون أي تقدم، وبدينا جلسة الأولى في أغسطس 2014، عقبها زيارة لسد النهضة للاطلاع على مجريات الأمور في سبتمبر 2014، وبدينا الخبراء الثلاث دول في لقاءات شبه شهرية لتقدم في المفاوضات، وحتى تم تحقيق كثير من التوافق. وجاء الوقت ان احنا بعد هذه التفاهمات، طب ما تيجي هذا الكلام نصيغه في اتفاق، ليصبح اتفاق المبادئ هي الوثيقة الوحيدة على الارض التي تربط الثلاثة دول مصر والسودان واثيوبيا بخصوص سد النهضة، الوثيقة الوحيدة على الارض. وبتصبح هذه الوثيقة من أهميتها زي ما هنسيبها يمكن مع الوزير الدكتور مفيد هيقول الوجهة القانون الدولي، لكن هذه الوثيقة بنقول كواليسها قعدنا 3 ليالي في الخرطوم، السادة وزراء الري والخارجية في الثلاث دول معاهم الوفود، وقعدنا في 3 ليالي انحصرت الكتابة بتاعتها بالأحرف الأولى على السادة الوزراء، 6 وزراء، قعدنا في قاعة مغلقة نعيد الصياغة مرة واثنين وثلاثة، ثم نطلع كل واحد الفريق الفني بتاعه. الفريق طبعا بيبقى خبراء من الخارجية مع القوانين مع القانونيين مع الفنيين، ونعيد الصياغة ثم ندخل تاني جلسة المفاوضات، وكل واحد بيقول وجهة نظره، حتى وصلنا لمسودة هذا الاتفاق المبادئ بعد مفاوضات شاقة كانت تستمر يمكن لوحدة صباحا. 6 وزراء ومعنا فريق داعم لنا، بنطلع وندخل ونخرج حد ما وصلنا للمسودة اللي هي رجعنا بيها لمصر لتاخد إجراءاتها القانونية وال يعني في توثيقها بعد كده. حقيقة بعد ما عملنا هذا الموضوع بعد فترة شهور جينا لحتة الدكتور إسماعيل قال عليها، فوجئت في الإعلام في الوزارة بيقولوا لي ده في خطاب مزور موجود في الإعلام إن وزير الري اللي هو أنا يعني في ذات الوقت
بيكتب خطاب للسيد رئيس الوزراء بيقول له انا حقيقة ما عنديش خبر عن الموضوع ده. والتوقيع طبعا بيبقى لنا القرارات الوزارية بتبقى موجودة على موقع الوزارة، فالتوقيع موجود يعني. فخدوا نفس التوقيع وفي ورقة من نفس النموذج بتاع الوزارة وحطوا صيغة ان احنا اتفاق المبادئ ان وزير الري لا يعلم عنه شيء ولم يشارك فيه. فطبعا مسكنا هذا الجواب المزيف وطلعنا فيه 7 أخطاء وتم نشرها في حينه، ان لا يتم مخاطبه من الوزير لرئيس الوزراء عموما في البروتوكول، لا امين مجلس الوزراء. ومسكنا كل الاخطاء وبينا ان هذا الخطاب المزور والمزيف مقصود به زعزعه الثقه وتشويه الحقائق. فهذه شهاده بنقولها وبنوثقها، شرفت ان انا اكون احد الخبراء والاحد المساهمين مع معالي وزير الخارجيه والوافد المصري الوطني اللي كان معي مورانا حتى تصل هذه الاتفاقية للضوء. ثم عقب اعداد المسودة رجعت وقلت لازم اجيب اكبر خبراء قانون دولي في مصر يراجعوا المسودة، ان جايز احنا برضو الخبرة بتاعتنا والفريق كله نفقد جملة نفقد كلمة. وحقيقة كان على رأس السادة الخبراء والقانون الدولي وأستاذ القانون الدولي في مصر الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، يمكن لأول مرة هقول هذه الوقائع، تم دعوته الكريمة بالإضافة إلى 2 آخرين من السادة الأساتذة الأجلاء في جامعة عين شمس والقاهرة أيضا. وجلسنا لمدة لحد 1 صباحا نراجع الاتفاق كلمة كلمة وسطر سطر ونتأكد ونطمئن قلوبنا. وأنا حسيب هذه النقطة للدكتور مفيد من ناحية قانونية وشهادة أيضا موثقة للتاريخ، الحمد لله لحد ما وصلنا بها البر الأمان وما تم بعد ذلك من توقيعها من الثلاثة رؤساء أو الثلاثة زعماء لـ3 دول في مارس 2015. وأصبحت هذه الوثيقة هي مفتاح نبني عليه باقي المفاوضات، واستمرينا في مجريات الأمور حتى تم اختيار مكتب استشاري ومكتب مساعد لي. حتى يمكن أنا غادرت الوزارة في مارس 2016 وكان التوقيع قاب قوسين للتوقيع مع المكاتب الاستشارية بعد قصة طويلة من التفاوض. يعني ما بنزعمش أن كل الفريق معانا كان على القلب رجل واحد، لكن أنا عاوز أقول أختم الكلمة بتاعتي عشان ضيق الوقت، أن الإعلام في بعض الأحيان من يزيف الحقائق. إذا كان اللي عمل هذا الكلام بالمعية الفريق واحد مطلع جواب وشال حط الاسم وحط الاسم، تخيلوا بقى الجواب ده صداه على الرجل البسيط في الشارع اللي يشوف ده الكلام اللي هيجيله على الموبايل بتاعه يبدأ قلقه، ازاي وزير الري ما يشاركش في هذا الموضوع؟ وطبعا هذا كذب وافتراء، ويودي لحضراتكم نموذج واحد من اكاذيب الناس لها غرض مقصود انه يهز الثقة في قيادته السياسية اللي كلنا داعمين لها وبكل قوة لاستكمال هذا الملف الهام اللي هو حطه في اوليته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اولوية ملفاته النهاردة. ونتمنى له التوفيق في رحلته لروسيا، ربما ان شاء الله تسفر عنها تحريك لملف المفاوضات. انا لا اريد عن اطالة الوقت عشان اسيب الفرصة للسادة الوزراء نغتنم هذه الوقت نسمع منهم. فحقيقة شاكر لهذه الدعوة الكريمة، يمكن زي ما قلت الأول مرة أن أقف فيها قدام كاميرات نقول هذا الموضوع، لكن هذه حقيقة وشهادة للتاريخ ونراكم. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم. شكرا جزيلا استاذ دكتور حسام مغازي، والحقيقه انه انت اديتنا نموذج من الحروب اللي بتدور حاليا وبتشتد مع زياده المفاوضات فاحنا هي ده بنشكرك جدا. واقدم الاستاذ دكتور مفيد شهاب. والدكتور مفيد شهاب انا اديكم فرق بس بعد اذن حضرتك ثانية واحدة، ان المفاوضات بتاع الطابة اعتقد انه يعني حان فيها انتصار. نتيجة ايه؟ ما كانش في ايامها فيسبوك، ما كانش في ايامها وسائل اتصال، مفاوضات كان بديفت نفس القصة. فاحنا الحقيقة الدكتور مفيد شهاب
وهو رجل عالم وخبير وأستاذ مرموق ويستعان به في مستوى المنطقة العربية كلها. يعني أنا مشفق على سيادتك بالموقف الحالي، أنه تحول الأمر إعلان المبادئ وهو من النقط الإيجابية الكبيرة، وإحنا هنسمع من حضرتك إلى من خلال الفيسبوك. فأنا وإنت حضرتك عندك حساب في الفيسبوك؟ في حساب في الفيسبوك. طيب أنا أرجو أن حضرتك تستخدم، طبعا إحنا بندعو دلوقتي أن ما يحصلش شير، لمجرد لازم نفكر شوية قبل الشير، وأنه ربنا يوفق. تفضل سيادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. راعي هذه الندوة الدكتور حسن راتب، الأخ الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل، الأكاديمية العربية للمياه، زميلي الفاضل الأخ الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور حسام مغازي الذي كان لي شرف أن أعمل معه عندما كلفني بأن أراجع الإعلان من الناحية القانونية، واستعنت بزميلين فاضلين، الأستاذ العالم الجليل الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حميد وزير الزراعة الأسبق. الحفل الكريم، شرف لي أن أكون بينكم اليوم وأن أتحدث في موضوع أحسب أنه يشغل بالنا جميعاً، لأنه يتعلق بالمياه، ومصر بدون المياه وبدون النيل لا حياة لها. حديثي قاصر على الجوانب القانونية في أزمة سد النهضة، وسأقدم لهذا الحديث بالإشارة إلى مجموعة مبادئ أساسية تحكم السياسة المائية في مصر على مر التاريخ، ونحن لدينا مدرسة ري مشهود لها. سياستنا المائية تقوم على محور تعزيز علاقات التعاون مع كل دول حوض النيل، والحرص على إقامة مشروعات مشتركة مع هذه الدول وعددها 11 دولة. أيضا سياستنا تقوم على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في النيل وفقا لمبادئ القانون الدولي، الاتفاقيات الدولية الثنائية التي أبرمناها، الأعراف الدولية. كذلك سياستنا المائية تقوم على العمل على الحصول على إيرادات أكثر من مياه النيل تلبي احتياجاتنا الزائدة. لقد تقررت حصتنا 55.5 مليار متر مكعب سنة 59، وكان تعداد سكاننا لا يزيد عن 25 مليون، والآن ما زالت الحصة كما هي، في حين أن تعداد سكاننا يزيد على 100 مليون. ولو تم تنفيذ السد النهضة بالمواصفات التي أعلنتها إثيوبيا وما زالت تصر عليها حتى الآن، فمعنى هذا أن حصتي ستقل أيضا عن هذا الذي صديناه سنة 1959. في ضوء هذه المبادئ التي تقوم عليها السياسة المائية المصرية، أبرمت منذ أكثر من قرن، أكثر من 100 سنة، العديد من الاتفاقيات الدولية بين الدول، سواء الدول التي كانت مستقلة أو الدول التي كانت تدير شؤون دول أخرى فتمثلها وتوقع نيابة عنها، بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا وغيرها. من سنة 1891 اتفاق بين بريطانيا وإيطاليا، 1902 بريطانيا إيطاليا إثيوبيا، وتوالت الاتفاقيات الثنائية بين عدد من دول حوض النيل تنظم عملية استغلال مياه النيل باعتباره نهر دولي. يعني ايه نهر دولي؟ نهر دولي يمر بأكثر من دولة، يختلف عن النهر اللي من أوله لآخره في دولة واحدة، فده نهر وطني من حق الدولة أن تفعل فيه كما تشاء. إنما عندما يكون نهر دولي يعبر أكثر من دولة، فهنا توجد مبادئ وقواعد واتفاقيات تنظم استغلاله، سواء في الملاحة
أو استغلاله في إقامة مشروعات واستغلال الثروات الحية وغير الحية الموجودة فيه. من ضمن الاتفاقيات التي أبرمتها مصر 1993 بين مصر وبين إثيوبيا تؤكد صراحة أن كل من مصر وإثيوبيا يلتزمان بعدم الإضرار أي منهما بالآخر، وألا يقوم بمشروع في أرضه يمكن أن يؤثر سلبا على الطرف الآخر، ولا بد من التشاور بين الطرفين عند إقامة أي مشروع. إذا كان الأمر كذلك، سياسة مائية حكيمة منطقية تحرص على حقوقنا وفي نفس الوقت ترحب بأي مشروعات تقيمها الدول الأخرى شريطة ألا تضرها، كان من الطبيعي أن مصر تحرص على احترام قواعد القانون الدولي المستقرة التي تنظم الانتفاع بمياه الأنهار الدولية، مثل وجوب احترام ما سبق للدولة النهرية أن اتفقت عليه. ده مبدأ، حصل اتفاق بينك وبين غيرك على كذا لازم تحترم. اثنين، التسليم بأن ما تمارسه الدولة حاليا من انتفاع بالمياه هو حق لها لأنها اعتادت عليه ورتبت أمورها عليه، وليس من المنطقي ولا المقبول لا قانونا ولا خلقا ولا دينا أن تأتي لتنال منه فتنقصه، هذا غير مقبول. كذلك مبدأ مراعاة التوزيع العادل لمياه النهر، مش ممكن تيجي دولة لأن موقعها أنها في المنبع فتتحكم فيه وتفعل ما تشاء وتقيم مشروعا يحرم الدول التالية لها وخاصة دول المصب من أن يصل إليها النصيب العادل، هذا غير مقبول. فيش قانون يقبله أبدا، ولا عرف يقبله، ولا أخلاق تقبله. مبدأ عدم الإضرار، لا ضرر ولا ضرار، مبدأ عندنا في الشريعة الإسلامية من زمان، والقانون الدولي يأخذ به بالذات في الأنهار الدولية وفي البحار أعالي البحار. تعمل مشروع افعل كما تشاء، هذا حقك. فكما بنينا السد العالي فمن حق إثيوبيا أن تقيم لها أيضا سد النهضة، ولكن شريطة أن تكون المواصفات صحيحة فنية ولا تضر بالآخرين خاصة دولتي المصب. إلزام الدول التي تريد أن هي تعدل من معدلات الانتفاع بمياه النهر من خلال إقامة سد أو تحويل مياه النهر إنها لابد أن تدخل في مفاوضات مع الدول الأخرى في هذا الشأن واختارها المسبق فضلا عن مبدأ التعاون بين الدول في حماية البيئة النهارية. لابد أنك تدخل في مفاوضات مجبر مع الآخرين وتقول له أنا عاوز أعمل كذا كذا وعاوز أطمنك إن أنا لن أضرك، فإن كان هناك ضرر نعدل لغاية لما أنا أستفيد من إقامة السد. أعمله عشان الزراعة، إثيوبيا مش عاوزها عشان الزراعة، عندها من الأمطار مكثر. عاوزها عشان الطاقة لا بأس، عاوزها عشان الطاقة لكي لا مانع، عشان جيرانك عشان تبيعي لا مانع، إنما إنك تحولي التجارة إنك تطلعي كميات مهولة تخزنيها يؤدي إلى حرماني أنا من حصتي وحقوقي التاريخية والإضرار بي، هذا أمر غير مقبول. دي قواعد قانونية دولية مستقرة لا يجادل فيها أحد ولا تجادل فيها إثيوبيا نفسها، ولكنها تريد أن تفرض الأمر الواقع بغض النظر عن هذه الأوضاع القانونية. إذا ذهبنا إلى الاتفاقيات الثنائية فكما أشرت هناك العديد التي تؤكد حقوق مصر. سأقفز قفزة سريعة لأصل إلى إعلان المبادئ، وأنا هنا أسارع وأقول فقد تألمت كثيراً أن قرأت لأحد الأساتذة يقول إيه إعلان المبادئ ده؟ معقول يا حكومة تمضي على إعلان ثم بعد كده تبدأي في التفاوض؟ ده المنطقي إنك تتفاوضي الأول وتتفقوا على كل شيء وبعد ما تتفقوا توقعي، إنما أنت وقعتي على بياض. هذا وجهة نظر قيلة، وجهة نظر ثانية تقول لك
ازاي تمضوا على اعلان المبادئ؟ اعلان مبادئ ايه؟ ده انت كده اعطيته سد شرعية. سد النهضة له شرعية، من حق اثيوبيا ان تقيم السد، انما اللي مش من حقها انها تقيم بالمواصفات المغالى فيها الغير مقبولة فنيا التي تضرنا ضررا يعني كبيرة جدا. شرعية السد لا يجادل فيها احد، شرعية اقامته، شرعية البناء، انما لابد ان يواكبها ويدعمها شرعية المواصفات في الارتفاع، في الطول، في الكمية المخزنة، في سنوات الملء، في سنوات التشغيل الى اخره. فهذا رد على ان احنا بالاعلان مش عاجبهم، ليه مضيته؟ طب يعني ما نمضيش عشان تفضل الامور معلقه، ما يبقاش عندنا سند. طب والله النهارده انا رايح اتفاوض وبتمسك باعلان المبادئ، لو ما عنديش اعلان المبادئ هقول ايه؟ هقول انا مستند لمبادئ القانون الدولي. يقول ايه مبادئ القانون الدولي دي؟ ده كلام عام وغير محدد، انما انا معي وثيقه محدده ادخلت فيها مبادئ القانون الدولي وحددتها وجعلت اثيوبيا تلتزم بها ومصر تلتزم بها، وهذا انتصار كبير والتزام هام على اثيوبيا وعلى السودان وعلى مصر. الرد الثاني يقول لك ازاي انك توقع وانت لسه بتتفاوض؟ فرق بين التوقيع على اعلان مبادئ وبين التوقيع على اتفاق تفصيلي. التفاوض دايما يعدي بعده مراحل، نتفاوض ونيجي مرحله نقول اسمع احنا لسه ما وصلناش لاتفاق نهائي، بس على الاقل تعالى نمضي الاسس اللي اتفقنا عليها، المبادئ اللي اتفقنا عليها، فنسميها اعلان مبادئ يعني القاعده، زي ما عملنا سنه 1978 عملنا اعلان مبادئ كامب ديفيد 78، الرئيس السادات وقع مع رئيس وزراء اسرائيل اعلان مبادئ كامب ديفيد، مصر تعترف باسرائيل كدوله، اسرائيل هتنسحب من كافه الاراضي، سيتم التبادل ده. مبادئ ستوب، ما دخلش في التفاصيل، امتى الانسحاب، امتى التعاون هيكون ازاي، كل التفاصيل جت في اتفاق لاحق اسمه اتفاقيه السلام بعدها بسنه، اتفاق السلام 26 مثلا. هنا كذلك لما المفاوضات تعثرت وما بتتقدمش والوقت بيضيع، كان من صالحنا ان نقول لا وقف بقى، هنفضل نضيع وقت كده؟ تعالى بقى نحدد اسس جميعنا يلتزم بها، فكان اعلان المبادئ. فاعلان المبادئ اتفاق ملزم يقتصر على المبادئ دون تفاصيل الاتفاق، وياتي بعده بالضروره استمرار للتفاوض، واستمرار التفاوض يؤدي الى اتفاق تفصيلي، والاتفاق التفصيلي قد يؤدي الى اتفاقيات تفصيليه اخرى وهكذا. هذا من بعض ما قيل ممن يريدون ان ينتقدوا كل شيء، اما بسوء نيه واما نتيجه جهل بالمعلومات، اردت ان يعني اعلق عليهم. الاعلان مبادئ هذا اللي انا في تقدير يعني كان خطوه هامه ونقله نوعيه في المفاوضات، وحدد التزامات محدده تجعلنا في موقف اقوى مما كنا عليه قبل مارس 2015. تضمن 10 مبادئ اساسيه. 1 مبدا التعاون، مبدا التنميه والتكامل الاقتصادي، مبدا التعهد بعدم احداث ضرر جسيم، مبدا الاستخدام المنصف والعادل للمياه، مبدا التعاون في عمليه الملء الاول لخسان السد وعمليه تشغيله، مبدا بناء الثقه، مبدا تبادل المعلومات والبيانات، مبدا امان السد، لازم نعمل مواصفات اللي السد يبقى امن، ما يبقاش فيه خلل فني يؤدي الى انهياره او عيوب او ثغرات فيه، مبدا السياده ووحده اراضي الدوله، ومبدا الحل السلمي للنزاعات. دي مبادئ جزء كبير جدا منها موجود في القانون الدولي، بس انا اخدتها من القانون الدولي العام عشان احطها في اتفاقيه خاصه، عشان اما اجي اتجادل معاها اتكلم في شيء محدد، اقول انت خالفتي الماده كذا اللي بتقول مبدا كذا، انت خالفتي، وهذا ما يحدث حاليا عندما نتحدث مع اسرائيل. هذا بالاضافه الى ان الاعلان بيتضمن ديباجه
زي أي اتفاق في الدنيا، بتقول إن إحنا الدول الثلاثة الموقعة على هذا الاتفاق مصر إثيوبيا السودان بنلتزم بكل المبادئ الواردة فيه. هذا الاتفاق فيه نقاط إيجابية هامة جدا، إن السد لتوليد الطاقة من أجل الإسهام في التنمية الاقتصادية، الالتزام بعدم إحداث ضرر بأي من الأطراف، الدول الثلاثة هتستخدم مواردها بأسلوب منصف ومناسب، الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء لسد النهضة وكذا، مع الاستعانة بمكتب استشاري هيقول لنا المواصفات المضبوطة التي يجب ان احنا نعمل نسير على هداها، ضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول التشغيل السنوي، وبعدين الإطار الزمني لتنفيذ العمليات القادمة. هل هذا الإعلان اللي اقتصر على هذه المبادئ وساب المسائل الفنية عشان بعد كده هيجي المكتب الاستشاري ويقول احنا درسنا وكذا وده كويس وده مش كويس إلى آخره؟ هذا في تقديري كما قلت مرحلة إيجابية هامة، خطط بالمفاوضات خطوة إيجابية نحو الأمام. إيه مسته؟ مسته إنه نقل المفاوضات من كلام عام غير محدد إلى التركيز على ما ورد في هذا الإعلان وضرورة تنفيذه. 2، حدد المبادئ 10 الأساسية التي تحكم هذا الموضوع وتساعد على حل النزاع، وإن إثيوبيا لابد أنها تحترم النتائج التي توصل إليها نتيجة الدراسات الفنية التي ستأتي. الاتفاق لأول مرة بيأسس فكرة التعاون والتنسيق بين الدول، لأول مرة بيحدد أن النزاعات تحل عن طريق التسوية الودية، التوفيق والمفاوضات وإلى آخره. 3، بيأكد أن العلاقات الثنائية ما بين مصر وإثيوبيا والسودان علاقات قوية ولابد أن احنا نحافظ عليها، كلها مبادئ أساسية هامة جدا. إذن هذا الإعلان لابد أن نتمسك به وأن ندافع عنه وأن نحرص على تنفيذه، وإذا كنا النهاردة الأزمة انتقلت من أنها تكون أزمة بين مصر وإثيوبيا أصبحت أزمة دولية، لأن السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض الأزمة في خطاب في الشهر الماضي على الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا تدخل المجتمع الدولي، وده حقه وواجبه أن نزاعا ما عندما لا يحل بين دولتين واستمراره يمكن أن يهدد السلم والأمن في المنطقة يلجأ إلى المؤسسات الدولية، فلجأ إلى المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل كل دول العالم، يطلب منهم التدخل دفاعا عن الحقوق دفاعا عن القانون الدولي، ويطلب تدخل أطراف أخرى كوساطة، فلا بأس من أن يوجد طرف رابع كوسيط، الأمر الذي يوجد أيضا في إعلان المبادئ، والأمر الذي نجده بالفعل يطرحه. ونعلم أن الرئيس سيسافر غدا لقمة تعقد بين إفريقيا وبين روسيا، وهذه القمة ستتضمن على هامشها لقاء ثلاثي بين الرئيس المصري الرئيس السيسي والرئيس بوتين ورئيس وزراء إثيوبيا في محاولة توفيقية وساطة يعرضها بوتين لمحاولة لحل هذا الأزمة في حدود احترام القواعد. فمصر وهي توافق على الوساطة تقبلها من أجل ضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي من ناحية، وأساسا كل ما ورد في إعلان المبادئ. ومن هنا نحن نأمل أن هذه الخطوة الإيجابية التي نقلت النزاع إلى هذه المرحلة الهامة بالتدخل الدولي أن تجد صدى من كل الدول التي تمول هذا المشروع، فمشروع كهذا لا يجب أن يستمر تمويله إلا ممن يحترمون القانون، ولا يمكن لاستثمارات عربية أو أجنبية أو دولية أن تتم على مستوى أفراد أو على مستوى إلا عندما تحترم إثيوبيا قواعد القانون الدولي. أيما كان الأمر نحن أصحاب حق، وما ضاع حق من وراءه مطالب، شريطة أن تكون قادرا
على إقناع الآخرين بأنك صاحب حق. وأنا أطمئن اطمئنانا كاملا إلى الفريق المصري المفاوض وإلى الخبرة الفنية المتميزة لوزارة الموارد المائية والري، والله ولي التوفيق وشكرا جزيلا. أنا بشكر حضرتك جدا معالي الوزير، وبستأذنك في سؤال تجيب عليه من موقعك. السؤال إنه أحد المؤشرات نجاح فريق التفاوض المصري تهرب أثيوبيا من الجوانب الفنية، وكل يوم بيطرحوا مبرر آخر لتباطؤهم في الرد الإيجابي. ف بعد ما فريق التفاوض المصري عمل جميع السيناريوهات بمنهج علمي أشاد به خبراء العالم، أنه بدوا يتحدثوا عن أنه الشراكة في إدارة، وإحنا في أحد المقترحات أنه، وده شيء طبيعي، أن السد تكون إدارة السد من خلال لجنة ثلاثية أو شكل تنظيمي ثلاثي يجمع الدول الثلاث، وده لصالح الجميع، صالح أثيوبيا قبل صالح مصر قبل صالح السودان، لأنه في فترات الجفاف أو في حدوث احتمالات جفاف فترة معينة هيحصل في عملية تنظيمية أنه لصالح الجميع. فأثيوبيا بتزعم بأن الإدارة الثلاثية للسد مساس بسيادتها، فهل هذا الأمر فعلا، وهناك نماذج كثيرة في العالم تدار فيها الأنهار العابرة للحدود من خلال يعني تعاون بينها؟ ممكن حضرتك تعالى لنا على القصة دي من عند حضرتك. أولا، فكرة السيادة وأن لك سيادة على إقليمك أن تفعل ما تشاء، السيادة هو ألا يفرض عليك شيء يمس من حقوقك، تلك هي السيادة. إنما هي مقيدة، لأن من يقول حق يقول واجب، وعندما يتعلق الأمر بموضوع يمس الآخرين فلا يمكن أن تكون السيادة أن تفعل ما تشاء حتى إذا كان هذا يضر بالآخرين. إنما إذا كان ما تقوم به خاص بك وحدك، يفيدك وحدك، يضرك أنت وحدك، ولا علاقة له بالآخرين، فأنت سيد سيادة مطلقة. فهنا كيف نتحدث عن سيادة وأنت تقوم بمشروع ينفذ في أرضك ولكنه ينال من حقوق الآخرين؟ هو وصول المية إلى باقي دول الحوض وإلى دول المصب، أليس هذا حق لها؟ فأنت الآن بصدد المساس بحقوقي، بالاعتداء على حقوقي، أنت معتدي وأنا معتدى عليه. فعندما أعرض عليك أن نقوم بإدارة مشتركة، نتبادل الرأي، تستمع إلي وأستمع إليك وتستمع لآخرين، ونحن الثلاثة ندير المشروع، ومعنا خبراء فنيين دوليين، في النهاية المشروع في أرضك والفائدة الأولى المحققة لك. فأن تقبل أنت هذا دعين العقل، وليس فيه مساس إطلاقا بالسيادة. وإلا لما نفذت مشروعات إطلاقا في دول النامية ليس فيها من الخبرة الفنية ما يمكنها أن تقوم بها، أمال إيه التعاون الدولي اللي بنتكلم عنه؟ أمال إيه الخبراء اللي إحنا بنجيبهم من كل الدنيا؟ هو إحنا لما نجيب خبراء من برة عشان يساعدونا في بناء السد مثلا، هو ده في مساس بالسيادة؟ معنا استعاننا بيهم، وكل دول العالم استعانت في إقامة سدودها وفي تشغيلها وفي إدارتها بخبرة فنية. هذا لا ينال إطلاقا من السيادة، لأنه لن يتم إلا بموافقتك يا أثيوبيا. هو إذا فرض عليك هنا يبقى في مساس بسيادة، ولكننا نتفاهم تفاهم الشركاء أصحاب المصلحة المشتركة، ونقول لك تعال اقبل أن أكون بجوارك، والسودان وخبراء فنيين ودوليين وكلنا نديره بالمواصفات التي تؤدي إلى كل الخير لك والطاقة التي تريدها ولتبعها، أنا قابل كل هذا. إنما في نفس الوقت على الأقل لا يحدث لي ضرر جسيم. لا يمكن هنا أن نقول
أن هذه الإدارة المشتركة التي آمل أن تفكر فيها إثيوبيا بعقلانية وبموضوعية لصالحها لا يمكن أبدا القول بأنها تمس مبدأ السيادة الخاص بالدول. شكرا جزيلا. الحقيقة بقدم الأستاذ الدكتور أيمن أبو حديد. دكتور أيمن أبو حديد تولى وزارة الزراعة والصحة الأراضي 4 مرات في 4 حكومات، والحقيقة أنه برضو من ضمن الأشياء اللي بيتم فيها مغالطات بحسن أو سوء النية عن أنه هو موضوع الجهود اللي بتتم حاليا موضوع الصوب الزراعية وتحسين كفاءة استخدام المياه، دي أمور كلها استحدثناها وارتبطت بالأزمة الحالية مع أثيوبيا، في حين أن تاريخها بيرجع ل 1980 وقبل ذلك. فالحقيقة أنه مصر كانت الجهود كلها لتعظيم العائد من وحدة المية، وده أمر الحقيقة بنحيي الجهود القائمة حاليا، إنما جذورها بتمتد إلى فترات سابقة. وأقدم فضل دكتور عين. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع الكريم، السادة الأفاضل، طبعا أولا يشرفني أن أنا أكون في وسط هذه المجموعة من العلماء وفي وسط هذه المجموعة من الخبراء هذا اليوم. في الحقيقة أحب أبتدي بكلمة، لما محمد علي أنشأ نظام الري والزراعة في مصر فأنشأه على خلفية من الوفرة. نصيب الفرد من المياه سنة 1900 كان 5000 متر مكعب للفرد في السنة، تناقص هذا النصيب للوقت الحاضر لحوالي 500 متر مكعب، عشر نصيب الفرد أيام إنشاء نظام الري ونظام الزراعة. وبالتالي مبدئيا ما يصحش إن احنا نستمر في إدارة مواردنا المائية في قطاع الزراعة وفي إدارة زراعتنا بنفس المفهوم الذي أنشأت من أجله البنية الأساسية. دي نقطة أولانية. النقطة الثانية، أنا ما يقلقنيش مع كامل احترامي وتقديري لخطورة ما نواجهه من سد النهضة، لأن زي ما حضراتكم شفتوا نصيب الفرد في مصر نقص قد إيه خلال 100 سنة، خلال 50 سنة القادمة هينقص كمان قد إيه. أنا يقلقني أساسا الزيادة السكانية البشعة التي تحدث. سنة 1980 وده قريب جدا كان تعدادنا 40 مليون. النهاردة تعدادنا 60 مليون زيادة على ال 40 مليون، إجمالي 100 مليون إنسان في مدى 60 سنة. هل هذا يعقل أن يكون فيه 60 مليون إضافي في هذه المدة الزمنية القصيرة ويطلب مننا ان احنا نوفر احتياجات؟ ما حدث في قطاع الزراعة وفي قطاع تحسين استخدامات المياه معجزة بكل المقاييس. سنة 1980 كان انتاج فدان القمح 7 أردب من الفدان، ده كان الجدع يقدر يعمل كده. النهاردة 18 أردب من الفدان متوسط للجمهورية، وقيس على كده عديد من المحاصيل. لو ما حصلتش هذه الطفرة في الإنتاجية طبعا كانت هتبقى مشكلة كبيرة. نقطة تانية كمان تخوفني، التغيرات المناخية وما يحدث منها، ارتفاع في درجة الحرارة هيتسبب في زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل، وهيتسبب في ارتفاع منسوب سطح المياه في البحار، وبالتالي تتداخل مع التربة الزراعية وتتملح وتحتاج لغسيل وتحتاج لمية أكتر. فإحنا داخلين أيضا في حاجة تانية اللي هي التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية. في حل إن إحنا نتجه إلى استخدام المياه الجوفية. المياه الجوفية من المؤكد أنها يحفوها المخاطر، محدش عارف قد إيه الاستدامة بتاعتها، بالإضافة إلى أنها قد تتملح وقد لا تستكمل فترة الحياة، وبالتالي علينا ان احنا نشوف حل تاني. الفرد في مصر
بيحتاج على الأقل 2000 كالوري في اليوم، كل كيلو 2000 كيلو كالوري، كل كيلو كالوري بينتج من لتر مية. الإنسان محتاج عشان يشرب 2-4 لتر مية، محتاج علشان يأكل 1000-5000 لتر مية في اليوم، محتاج عشان الهاوس هولد بتاعه يعني الطبخ وخلافه من 40-400 لتر مية، كميات كبيرة من المية بيبقى الإنسان محتاج لها. وأساس هذه العملية هي الزراعة. ولو قلنا أن احنا نقدر نعمل زي بلاد أخرى زي اليابان وناخد احتياجاتنا الغذائية بالاستيراد من الخارج، قد لا يكون في السوق الدولي متسع يقدر يخلينا نجد احتياجاتنا. يبقى الأمل اللي الدولة ماشية فيه، وزي ما بقول لحضراتكم من سنة 1980، هو تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل إلى الحد الأقصى. النهاردة لما بنتكلم على الري الحقلي، يجب تطوير الري الحقلي. لا يصح أن تروى، إحنا البلد الوحيدة اللي بتروي بغزارة وبتصرف بغزارة، وبعدين بنرجع نعيد استخدام المية وبنكرر إعادة الاستخدام 7 مرات، لكن في النهاية بنوصل لإيه؟ لأن المية بدل ما هيبقى فيها 200 جزء في المليون ولا 400 جزء في المليون زي ما هي جاية، بتوصل ل 3000 جزء في المليون، والمحصول بتاعي بيكون ضعيف بعدها. أنا عايز إن إحنا نوصل لأن إحنا نحول كل الأرض بتاعتنا من الري السطحي إلى النظم المتطورة. والعلم بيقول إن كل نوع من الأرض وكل محصول له أسلوب يقدر إن هو يعمل هذا الكلام. فدي نقطة موضوعة في الاعتبار وماشيين فيها. اتعملت نماذج لتطوير الري الحقلي، رائدها على مستوى الري الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد، وفي مجال الزراعة في نماذج حاليا موجودة تقدر انها تبين إمكانية ان احنا نحسن قد ايه ونوفر قد ايه من المية. النقطة الثانية اللي الواحد متفائل فيها في المستقبل، ان انا يجب ان انا اختار المحاصيل الجيدة، المحاصيل اللي بتوفر في المية. لكن اسمحوا لي اقول ان الاعلام بيشير حاجات ساعات او بينشر حاجات ما هياش صحيحة. لما بنقول ان الرز بشره لاستخدام المياه، ايوه الرز بيستخدم كميات كبيره من المياه، ولكن بينتج كميات كبيره من النشا. ولو حسبنا احتياج كيلو القمح من المياه قدام كيلو الرز من المياه، بنجد ان كيلو القمح بيستهلك كميه مياه اكتر من الرز. القصب استهلاك كبير صحيح لانه موسم سنه كامله، البنجر سهلك قليل، ولكن لو حسبنا كيلو السكر في البنجر بياخد مية قد ايه وكيلو السكر في القصب بياخد مية قد ايه، بنلاقي ان الميزان في صالح القصب. فاحنا محتاجين ان الخبرات العلمية تتوظف جيدا بحيث ان الناس تعرف مشاكلنا الحقيقية ايه وحلولها هتكون ازاي. استصلاح الاراضي في غاية الاهمية وعلينا ان احنا نمشي فيه. احنا لو طورنا الري الحقلي زي ما قلت لحضراتكم، هقدر أوفر من 10-13 مليار متر مكعب من المية. دول يقدروا يخلوني أستصلح 3.5-4 مليون فدان اعتمادا على المياه اللي موجودة عندنا. ولو حصلت أزمة في المياه ممكن أن دي تقل شوية، بس هيبقى المحصلة النهائية الإجمالية بتاعتي أن في زيادة في الأرض الزراعية. النقطة الثانية كمان الأعلاف. لا يصح ان انا انتج اعلاف خضراء بالري في الحقل المكشوف، لان فدان البرسيم الحجازي بيستهلك 18000 متر مكعب من المياه في السنة. لو عملت نفس الكمية من البيوماس عن طريق استنبات البذور في الصوب، فبحتاج فقط ل 3000 عشان اطلع نفس كمية الاعلاف. يبقى انسف هذا المفهوم، ما طلعش اعلاف خضراء. لما احب ازرع محاصيل مكان القمح عشان الدورة الزراعية، ما ازرعش برسيم، اعمل البرسيم في اعلاف مستنبتة في الصوب، وازرع في هذا المكان الفول والعدس بحيث ان اقدر اوفر احتياجات محاصيل بستوردها واستهلاك المية بتاعها بيكون قليل. نقطة تانية ان
من أهم التكنولوجيات الجديدة اللازمة اللي احنا ضروري نسعى إليها الزراعة المحمية، الصوب. ليه؟ الصوب بتديني توفير في استهلاك المياه بنسبة بسيطة وزيادة كبيرة في المحصول. معنى كده احنا لو قلنا ان المتر المكعب من المية لزراعة الطماطم بيحتاج ليه بينتج 4 كيلو من الطماطم، المتر المكعب من المية في الصوب بينتج 54 كيلو جرام من الطماطم. انا بزرع طماطم على 450,000 فدان، يعني انا لو عندي 50,000 صوبة هطلع منها كمية الطماطم اللي بتطلعها 450,000 فدان، ووفر 400,000 فدان بميتهم لزراعة محاصيل أخرى. حاجات كتير ممكن أنها تتعمل، معلومات كتير ضروري توصل للناس وضروري تتناقش من جميع الاتجاهات علشان نقدر نحن نطمن الناس ونقدر نحن ندير هذا الملف إدارة جيدة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. احنا طبعا بنحاول لندي وقت كبير لحضراتكم. احنا طبعا حبينا نحلي في الاخر باستاذنا الدكتور محمود ابو زيد. تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور اسماعيل، استاذ الدكتور حسن راتب، الاساتذه الوزراء، استاذ الحضور. من المطلوب ان يستكمل هذا الحوار الفني بالكلام اللي احنا سمعناه النهاردة. وانا بضم صوتي للاقتراح اللي تقدم به الاستاذ الدكتور صفوت مع الاستاذ الدكتور حسن راتب بان يتم اعادة هذه الندوة، الندوة بتاعت امس، في محافل مختلفة سواء في الداخل او في الخارج. فانا سعيد ان جزء من الجلسة اخذ في الحديث عن هذا الموضوع، وخاصة ما تقدم به أستاذنا الدكتور مفيد شهاب عن الدور القانوني والخاص باتفاق المبادئ وموقف مصر القانوني. طبعا يعني كان لازم نتكلم عن الإعلام المائي، لأن دي الهدف من هذه الجلسة، دور الإعلام المائي في رفع كفاءة استخدام المياه. دكتور مغازي اتكلم عن الزراعة المصرية، أشار بطريقة أو أخرى إلى ما يمكن أن يقوم به الإعلام المائي لرفع كفاءة استخدام المياه في مصر. أنا في الواقع هتكلم على دور الإعلام بالنسبة لرفع كفاءة استخدام المائي في عجالة. وكلنا نعلم أن الكثير من الدول بتعاني من محدودية المياه ونقص المخزون المطري، لذلك بادرت تلك الدول وبينها مصر لوضع خطط لترشيد استهلاك المياه والعمل على توعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وتشكل محدودية الموارد المائية أحد التحديات الرئيسية للنمو في القطاع الزراعي بمصر، مما يدعو لتبني عددا من الإجراءات التي تعتمد على تحسين وتطوير الري الحقلي، إلى جانب استخدام أصناف وهجن مبكرة النضج وتحسين نظم الإدارة المزرعية وإضافة محسنات التربة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المياه بالأنشطة الزراعية. والترشيد لابد أن يكون على كافة مرافق الدولة وخاصة قطاع الزراعة، لأنه القطاع الذي يستخدم كميات كبيرة من المياه، وذلك عن طريق كما نعلم استخدام الطرق الحديثة للري. الأراضي الثقيلة هي التي تروى بالغمر، أما الأراضي المستصلحة الجديدة فيتم الري بالتنقيط، ويجب تطوير الري الحقلي من خلال تطوير شبكات الري بدءا من المراوي والمسائي واستخدام المحابس والمواسير، ودي طبعا كلها بتفقد على مستوى الحقل ما يصل في بعض الأحيان إلى 20-30% من المياه. إن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة ملحة في ظل ارتفاع النمو السكاني، فحصة مصر السنوية من مياه النيل
ثابتة وتعداد السكان في زيادة مستمرة، لذا هناك ضرورة ملحة لتوطيد ثقافة استخدام المحابس عند الحاجة فقط وإغلاقها بإحكام عند الانتهاء، ولابد أيضا من إعادة هيكلة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لأن أكثر من 40% من مياه الشرب تضيع في الشبكات إما بسبب تهلكها أو لحدوث شروخ فيها، و10% أخرى نتيجة للتعديات على شبكات مياه الشرب. لذا وجب استخدام العدادات الذكية، التحكم الإلكتروني ورصد التكاليف. وفيما يتعلق بالاستخدام المنزلي، فلابد من فصل استخدام المياه التي يتم استخدامها في دورات المياه عن مياه الشرب، وأيضا المياه التي يتم استخدامها في الصناعة يجب أن يتم معالجتها للتخلص من المواد السامة قبل أن تلقى في المجاري المائية. من هنا يتضح دور الإعلام في ضرورة نشر الوعي وثقافة الترشيد في استهلاك المياه والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع المياه بشكل مستمر، وعلى الجمعيات الأهلية أن تشارك في تثقيف المجتمع بأهمية نقطة المياه. وفي بعض التوصيات اللي أنا نتقدم بها، أولا مراعاة المبادئ العامة لحرية تداول المعلومات وإتاحتها للجميع وبشكل حر ومتساوي وبتكاليف محدودة، العمل مع المؤسسات الرسمية للوصول إلى إحصائيات وبيانات وأرقام دقيقة عبر إنشاء قاعدة بيانات يمكن الاستشهاد بها، وضع وتوثيق مواثيق الشرف الصحفي الإقليمية بين دول الحوض، والعمل على عرض الأفكار والمعلومات بحيادية قدر الإمكان، تبادل الزيارات بين الوفود الإعلامية والصحفية الأفريقية، وإقامة منتديات مشتركة بين الإعلاميين في دول حوض النيل، وإنشاء مراكز تدريب تكون قادرة على التعامل مع الحقائق حول الوقائع والأحداث التاريخية بين الدول، عقد اتفاقيات بين نقابات الصحفيين والإعلاميين على مستوى دول الحوض، وتكثيف حملات التوعية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية، وإطلاق نشرات خاصة عبر البريد الإلكتروني، تأسيس موقع إلكتروني قوي باللغات المتعددة لدول الحوض لإطلاق المعلومات الخاصة بقضية المياه. سادة الحضور، لا شك أن التوعية تصل أسرع وتحقق الهدف لو كان أسلوبها سهل وشيق ولغتها بسيطة، ويزداد تأثيرها لو ارتبطت بالفن، مثلا كأن يتبناها فنان محبوب لديه قاعدة جماهيرية عريضة، بالإضافة لأهمية حملات التوعية عبر القنوات المباشرة متى تم استخدامها بطريقة صحيحة، كإضافتها على سبيل المثال لدروس الأطفال باستخدام الشخصية افتراضية كرتونية محبوبة وما شابه ذلك، من خلالها يتم دمج المعلومة التوعوية المراد إصلاحها لتحقيق الهدف. إن حملات التوعية شديدة الأهمية لكونها جزء من رسالة المجتمع المدني ككل، وتكتمل أي خطة تنموية تصنعها الدولة أو مؤسسة لا تكتمل ما لم تكن حملات التوعية جزءا أساسيا من تلك الخطة وأداة فاعلة من أدواتها، بفضل قدرتها المتزايدة باستمرار على الدخول في مختلفات المجالات وشتى الميادين، والإطراد المتواصل في تزايد وسائلها وتنوع أدواتها وتطوير آلياتها الاستراتيجية والتنفيذية، بالإضافة إلى المساهمة اللافتة التي تلقاها من قبل الجمهور الذي يعد الضلع الأساسي وربما الأكبر في تنفيذها كشريك رئيسي بها وليس مجرد عامل سنوي. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدعو الأستاذ الدكتور صفد عبد الدايم، وأنا بشكره جدا إنه
بس هتتناول النقطة اللي بيتكلموا عليها ان احنا بنرمي مية في البحر المتوسط، وانه حصل يعني بصرف النظر عن الارقام هل احنا وصل بينا الحال الى ان احنا بنرمي مية في البحر وبنهدر هذه القيمة. فاعتقد ان حضرتك استاذ دكتور صفت عبد الدايم، يعني انا لو حبيت اقدمه، هو يعني خبير دولي واستعان به البنك الدولي لفترة طويلة، وبتمنى انه حضرتك تدينا رأيك في هذا. بعد كده بطلب من الاستاذ دكتور ضياء القوصي، وانا مبسوط جدا انه وفى بوعده بالحضور برضو في تعليق، ثم هندي لكل من يطلب الكلمة. بس اتفضل حضرتك. عايز اضيف يعني معلومة لما قيل أمس عن موضوع الإدارة المشتركة لسد النهضة، وفي الحقيقة الجانب المصري كان أكثر رؤية من ذلك، إنه رأى أن مجموعة السدود اللي على النيل الشرقي في أثيوبيا بما فيها سد النهضة والسودان ومصر السد العالي تدار كمنظومة يشترك فيها الدول الثلاث، ويكون في كل دولة ممثلين. وفي الحقيقة دي أمر مسبوق في السد العالي، في اتفاقية 59 مصر والسودان الاثنين مشتركين في إدارة السد العالي، وفي مهندس سوداني قاعد في أسوان وبيشترك مع هيئة السد العالي في الإدارة. فيعني ليست عجوبة ما طرحناه. وفي الحقيقة كان في ممثلين عن نهر السنغال امبارح، وكان في عن بعض الأنهار الأوروبية في قالوا، والنداح واقع وبنعمل كده كلنا ان الدول كلها بتشارك في إدارة منظومة السدود، ولا يدار سد لوحده موجود على نهر مشترك. إذا رجعنا بقى عدنا لموضوع مية الصرف اللي بتذهب إلى البحر، وفي الحقيقة ده بيساء استخدامه من كثير، في سواء في الإعلام أو في مداولتنا في الأحاديث الجانبية وفي المجتمعات، ويقال إزاي إحنا بنرمي 12 و13 مليار متر مكعب في البحر سنويا. نمرة واحد، زي ما معالي الوزراء تعرضوا قالوا الدكتور حسام غازي، وقال ان احنا بنعيد مياه الري اعادة استخدامها عدة مرات. فاحنا في الحقيقة من الاول معظمين استخدام مية النيل الى اقصى درجة، لان اخذنا كفاءة، ليست الكفاءة الحقلية على مستوى الحقل، ولكن على مستوى منظومة الاراضي المروية في مصر، احنا وصلنا لكفاءة استخدام تصل الى 85%، ودي من اعظم كفاءات الاستخدام في العالم لمياه ايراد او واردة من نهر معين. اذا كمية المياه اللي بتذهب في الاخر لاخر المنظومة دي اعيد استخدامها عدة مرات، ومحملة بكل الاملاح التي لابد ان تخرج من المنظومة. اي تحت اي نظام ري لازم يكون في غسيل للاملاح، والا تتراكم في الأراضي الزراعية، وعلى مدى زمن معين جودة الأرض وإنتاجيتها تضيع بالكامل. فلازم تخرج كمية مياه في الآخر من المنظومة إلى البحر أو خارج البحر الأراضي المروية حتى نتأكد من استدامتها. ومع ذلك نجد أن مية الـ 12 مليار دي ليست كلها مياه نيلية. لو نظرنا إلى دلتا نهر النيل والبحر، بنجد وده قيل حضرتك حد من معالي الوزراء قال تداخل، او حضرتك دكتور اسماعيل، ان مياه البحر مالحة بتؤثر على الدلتا، بتتداخل في المنطقة الشاطئية. لو نظرنا الى بعض المناطق في الدلتا اللي هي بتروى ثم تصرف، بنجد ان كمية مية الصرف اكتر من كمية المية اللي استخدمت. مصدرها ايه؟ ان مية البحر تداخلت وأصبحت جزء من المية المصروفة مرة أخرى، وإلا هنبص مع الزمن برضو إن الملح ده كله طغى على الدلتا. كمية مية البحر اللي بيزعد ضخها بتكون جزء كبير من الـ 12 أو 13 مليار، إن لم تحدد بدقة فهي على الأقل نستطيع أن تقدر أنها بتلت هذه الكمية اللي بيعد صرفها للبحر. ده يوضح المنظومة، موضوع أن ضرورة الاستدامة، نمرة 2 حماية أرضنا الزراعية في شمال الدلتا. شكرا جزيلا. والحقيقة برضو من الحاجات الغريبة جدا ان على الكلام بتاع الفيسبوك انه بشرة جميلة وتدعو للتفاؤل ان المية مخلوطة، مية الصرف الزراعي بمية النيل تذهب الى بير العبد.
لري حوالي 10,000 فدان، وانه بتعبر سينا انه يحدث انتقاد وتناقل كلام كيف تذهب المياه الى سينا. واحنا الحقيقه كنا نتمنى ان رئيس قطاع المياه في شمال سينا وعدني بانه يتواجد ويرد على الكلام انه وصل الى حد خيال ان في انبوبه ماشيه من تحت قناه السويس واصله لغايه مخطط ليها انها تصل الى اسرائيل. كله الراجل قال لي الحقيقه احنا هنجيب غواصين ينزلوا في قاع عشان ندور على الماسوره دي اللي هتروح. وبعدين للاسف الشديد ان احدى يعني الناس اللي هو بتشتغل في البحث العلمي يعني من تلاميذي ان تداولت هذا وعملت عليها شير على الفيسبوك، فلما طلبت منها لو سمحتي ابعتي لي المرجع اللي انت بتستندي عليه، فراحت بعت لي رساله لا ممكن ابعت لك على الخاص، بعت لي على الخاص باعتذار بانه هي في حد بعت لها الرساله دي. وبالتالي ارجوكم اولا النهارده انتهى العصر بتاع ان تنتقل المياه الى المستهلك، لا هو المستهلك بيروح لها. واكبر دليل على هذا انه اسرائيل موجوده في كينيا، في المغرب، موجوده في اماكن كثيره بتنتج. الشيء الثاني انه حتى احنا في مصر الامارات والدول كثيره من الدول بتنتج الاعلاف عندنا في جنوب مصر. وفي نفس الوقت ده بيؤكد اهميه التعاون الثلاثي المستقبلي بين مصر والسودان، ده محور مهم جدا مصر والسودان انه يسد فجوه كبيره. انا حقيقه هدي كلمه للدكتور حسام شوقي هيتكلم على موضوع تحليه المياه باختصار شديد عشان ندي كلمات. انا استاذ الدكتور حسام احمد شوقي، مدير مركز تميز المصري لابحاث تحليه المياه، مركز بوسط الصحراء. الحقيقه انا هدي لحضراتكم نبذه تاريخيه عن تحليه المياه في مصر، وبرضو نوع من انواع الاعلام، لانه في ناس كتير بتتكلم على ان التحليه قد تكون حل من الحلول المطروحه لمواجهه ازمه سد النهضه، وان التحليه هتبقى صالحه لكل حاجه وصالحه للزراعه وللصناعه وكل الاستخدامات، وده طبعا طرح غير صحيح. لحد منتصف الثمانينات كانت مصر بتنتج حوالي 23,000 متر مكعب يوم تحليه. الرقم ده قفز في بدايه في لحد 2010، قفز لحد 140,000 جزء متر مكعب يوم. النهارده بنتكلم تقريبا 950,000 متر مكعب يوم. متوقع في خلال سنتين ثلاثه ان الرقم يوصل لمليون ونص متر مكعب يوم. في 2087 متوقع انه يوصل ل 2.6 مليون متر مكعب يوم. هي الارقام دي كلها او الارقام المستقبليه ما هيش ارقام ستاتيك، أرقام بتتحرك بسرعة جدا، لأن احنا كان لينا الشرف إن احنا نعمل 2 خارطة طريق مع أكاديمية البحث العلمي. أول واحدة كانت في 2011، كنا متوقعين إن سنة 2037 إن الرقم يوصل لمليون ونص فقط. في 2016 قفز الرقم، قلنا لا ده هيبقى 2.6 مليون، لكن أتوقع إن الـ 2.6 مليون دول نوصل لهم في سنوات قليلة جدا. حضراتكم لكم أن تتخيلوا أنه في 3 محطات فقط الدولة عاملاهم، كل واحدة منهم 150,000 في الجلالة وفي جنوب العالمين وفي شرق بورسعيد. في محطة أنا فوجئت الحقيقة أنه في محطة في السخنة لحد شهر أو شهرين كنت شايف الساين بتاعها 168,000 متر مكعب يوم. النهاردة لقيت الساين أصبحت 512,000 متر مكعب يوم، ودي أرقام مهولة. بنقترب من أعلى رقم لمحطة تحلية في العالم بتستخدم الـ RO وهي موجودة في إسرائيل. الأرقام دي كلها الحقيقة ما جاتش من فراغ، هو التحلية بقت بديل مهم جدا للمدن الجديدة اللي الدولة بتعملها، لكن عمرها ما هتكون بديل لنهر النيل. الدولة لما بتعمل مدينة في الجلالة أو بتعمل مدينة في جنوب العالمين أو بتعمل محور بورسعيد أو محور قناة السويس، بتعمل المحاور دي وبتعمل المية بتاعتها هتبقى تحلية. تحلية بتكون حل آمن جدا في المناطق الساحلية. زي ما قال سيادة الرئيس ممكن نبقى في يوم من الأيام اسكندرية تعزل تماما من مية النيل وتبقى بتعتمد على التحلية. تجربة جدا حصلت في مطروح، مطروح حصل فيها مشاكل كتير جدا، وصلت في وقت من الأوقات أيام الانفلات الأمني أنه الجيش وصل قطر المية لمطروح عشان المية مش موجودة هناك. دلوقتي مطروح اتقلب الحال وبقى عندها مشكلة صرف، لأنه محطات التحلية قدرت
تتغلب على مشكلة نقص المياه هناك. نرجع تاني ونقول ان التحلية ليست بديل لنهر النيل، لانه احنا بنتكلم على المتر المكعب هو 10 جنيه، وممكن يوصل ل 16 او 17 جنيه يعني دولار لو حطينا تكاليف الاستثمارية لمحطة التحلية، وبالتالي التحلية ليست مطروحة ابدا على الساحة كالاستخدام في الزراعة، ولكن هي في الاول وفي الاخر بتستخدم لمية الشرب. احنا بنشرب النهاردة 25.5 مليون متر مكعب في اليوم، تقريبا وصلنا ل 2.5% منهم مية تحلية، متوقع قريب جدا نوصل لرقم 10% من 25 مليون متر مكعب يبقى تحلية. ده اختصارا وضع تحلية المية في مصر، واللي هتكون احد البدائل للمية النون كونفينشنال ووتر ريسورسز، او اللي بنقول عليها المصادر المياه غير التقليدية للاستخدام في الشرب فقط وبعض الصناعات غزيرة استخدام للمية. شكرا لحضرتك. شفت بقى انت قلت حاجات كتير، بس دايما الخبراء بينسوا اهم حاجه اللي يضيفها، انه بيقوموا بعمليه توطين تكنولوجيا التحليه وانتاج جزء كبير جدا من المكونات، لانه هي دي النقطه الايجابيه اللي احنا بتقوم بيها مصر حاليا. انتوا وصلتوا حوالي 30% من المكونات تنتج محليا، لان احنا كل معظم محطات التحليه اللي هي موجوده في المنطقه العربيه بيتم استيراد كل مكوناتها، فاحنا في فريق وفي تحالف بيضم كل جامعات مصر ومراكز البحثيه وبيشتغلوا في هذا الموضوع، ودي نقطه ايجابيه. النقطه الثانيه اللي حضرتك قلتها ان 25 مليون متر مكعب في اليوم شرب ميه شرب فقط. طيب لو احنا ضمينا الكلام ده للحديث اللي قاله الاستاذ الدكتور محمود ابو زيد، ان في حوالي 50% فاقد في شبكات مياه الشرب والصرف، وده اللي احنا بنقول عليه انه لعلها الفرصه دي تكون فرصه تستثمر للاصلاح هذا الفاقد، لانه من غير المنطقي ان يكون فاقد ومفقود وهادر في هذه الفترات. انا بشكر حضرتك جدا، وحدي الكلمه بعد كده للاستاذ دكتور ضياء الأوصي. اتفضل. برحب بحضراتكم جميعا والساده اللي على المنصه الكرام، هذه القامات والهامات المحترمه والمبجله. انا اظن ان السؤال الذي وجه الي هو مسألة ثقافة الهدر في وأنا أتصور أن هناك خطأ في تعريف هذه الثقافة، لأن اللي لازم نعرفه جميعا أن مياه الري ليست فقط للري. في حقيقة الأمر بتنقسم إلى قسمين: قسم لمواجهة الاحتياجات المائية نتيجة الظروف المناخية من البخر والنتح، وقسم لغسيل التربة، وهما متلازمان، لا يمكن يبقى في ري من غير صرف، ما ينفعش. هذه واحدة. الثانية أن 80% من الأراضي المصرية، وحضراتكم كلكم من رجال الري وعارفين، لا تربى بالراحة. لفظ الري بالراحة يا أخوانا لفظ ما هوش مظبوط. لا يروى بالراحة في جمهورية مصر العربية إلا محافظتين اثنين، هم محافظة أسوان ومحافظة الفيوم. وهال 80% المتبقية بيرفع الفلاح المياه من المسقة لكي ينشرها على الأرض بتاعته. هنا في نقطة مهمة: هل الفلاح المصري قليل الحيلة بحيث أنه يفهم أنه بيرفع هذه المية ويدفع فيها الوقود، والوقود ده معناه فلوس، والفلوس بتطلع من جيبه عشان يرميها في المصرف؟ أظن أن هذا غير معقول. ثم أن الفلاح المصري لما بيحط الأسمدة الكيماوية بيبدرها على الأرض، فلو كانت كمية المية الري اللي جاية أكثر من اللازم، سيذوب أو ستذوب هذه الكيماويات الأسمدة الكيماوية وهتروح الأخرى على المصرف، وبالتالي والكيماويات الأسمدة الكيماوية النهاردة غير مدعومة، إذن هو يدفع من جيبه ثمن هذه الأسمدة، وبالتالي فمن غير المعقول أن يسرف أيضا في استخدام المياه عشان يأخذ الأسمدة ويوديها على المصر. نمر ثلاثة: أن الفلاح يعلم جيدا أنه لو أسرف في استخدام مياه الري لاكتظت المصارف
ولا انسدت في بعض الأحيان شبكة الصرف بتاعته، وهذا أيضا بالنسبة له خطر آخر. إذن ثقافة الوفرة قد تكون في قطاعات أخرى، وزي ما قال الدكتور إسماعيل قد يكون في هناك قطاعات أخرى فيها، إنما الفلاح عنده من الحس ما يكفي إن هو يفهم إنه إذا أسرف في استخدام المياه فإن في ذلك ضرر عليه. نقطة، أنا لما سمعت أو شاهدت الحقيقة الندوة اللي حصلت امبارح بتاع سد النهضة دي لازم أشير إليها. كان لي تعليق أظن أني أحب أن أنشره. من المعروف أن رئيس الوزراء السوداني السابق صادق المهدي كان من المؤيدين وبشدة لكل الحقوق الإثيوبية، ولكنه أخيرا قال مقولة أتصور أنه يجب علينا جميعا أن نعرفها. قال: أخشى أن يكون هناك من يدفع المصريين إلى خيارين كلاهما صعب، الخيار الأول أن يموت عطشا، والخيار الثاني أن يكون عدوا لجيرانه. أشكركم جميعا. شكرا جزيلا. فضحك تفضل. ده يعني قدم نفسك وأحد الشباب النبيين في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وليه مقترح سريعا في أحد البدائل. السلام عليكم. الأول أحب أقدم نفسي، أنا الدكتور بيتر هاني، مدرس بكلية هندسة عين شمس قسم الري والهيدروليكا. To go to the point direct، الواحد الحقيقة الفترة اللي فاتت دي سمع أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، والموضوع ده يعني الحقيقة ضايقني، خصوصا ان حاجه بين مصر واثيوبيا دولتين عظيمين ليهم حضاره مشتركه وتاريخ مشترك. الواحد زعلان ان يكون سبب الخلاف هو شريان الحياه النيل اللي بينهم. انا اللي قريت ان المفاوضات كانت سبب المشكله ان بيتخانقوا او بيتفاوضوا مينلي على عدد السنين اللي هو في فتره الملي. هل المفاوض المصري كان بيتكلم دايما ان احنا المفروض 7 سنين او اكتر؟ المفاوض الاثيوبي بيتكلم ان هو عايز يلحق يعمل انفستمنت ويستثمر بسرعه المشروع بتاعه، وده حقه زي ما الاساتذه الاجلاء اقروا ده، وده حقهم وما نقدرش ننكره ان هم عايزين يعملوا انفستمنت سريع ويستثمروا فلوسهم اللي عدت ال5 مليار دولار، فمضطرين ان هم عايزين يخلصوا بسرعه الموضوع ده في 5 سنين او اقل. الحقيقه بس علشان طبعا احنا ميديا وناس قاعده وربما ياخدوا الجمله دي ويقولوا يعني هناك حل يعني ينهي هذا الموضوع، لا، الموضوع مش بالبساطه. الموضوع مش حكايه سنه جت عاليه تاخد وسنه جت واطيه ما ناخدش. احنا بناخد السنوات. طب انت خدت السنه دي فيضان عالي، ربما تاتي سنوات عجاف، سلسله متواليه من السنوات العجاف، فالخبراء درسوا 100 سنه رجعت لورا وبيشوفوا السنوات العجاف الدورة، وكلها معروفة عندنا طبعا مذكورة 7 سنوات عجاف اللي مذكورة في القرآن، فدي بتتكرر على فترات. فربما انه يبدأ يخزن في السنة اللي حضرتك مثلا بتقول فيضان عالي، ثم يأتيها 7 سنوات عجاف هو خد النصيب وحطه، لكن ماذا بعد في حدود ال7 سنوات؟ من اين نأتي بالمية؟ فاحنا هنقدر ناخد من المخزون سنة واثنين وبعد كده بتنتهي. فالموضوع ليس بالبساطة، وإنما هو موضوع أكثر عمقا، بتدرس حقبة من الزمن وبنشوف إيه المصير لو الحقبة دي تكررت. ممكن تأتي 7 سنوات في وقت هو بدأ يخزن فيها أو هتأتي. فيعني بس عشان محدش من صدر حضور يعتقد إن الموضوع بالبساطة وإنما هو أكثر عمقا من هذا. شكرا. تفضل أستاذ محمد عبد المنصف. باختصار يعني انت قدم نفسك، انت طبعا خبير في الشؤون الافريقيه. محمد عبد المنصف، كاتب صحفي ومتخصص في شؤون افريقيا. الحقيقه انا عايز اتكلم بالنسبه لدور الاعلام عن افريقيا. زي ما معالي الوزير قال دكتور مفيد شهاب، العلاقه بيننا وبين افريقيا يجب ان تكون علاقه دائمه ولا ترتبط بالمياه. بنلاحظ ان جميع المؤسسات الاعلاميه في مصر ليس لديها مراسلين دائمين في افريقيا، وإن وجد بالكثير بيبقى واحد في بعض الدول، يعني نادرا. حتى المكتب الإعلامي، إحنا عندنا مكتب إعلامي في كينيا بينسق مع كينيا وبينسق مع تنزانيا وبينسق حتى داخل السفارات. فإحنا محتاجين تواجد قوي للإعلام المصري لداخل أفريقيا. أنا أدي حضراتكم مجموعة من الأمثلة
بما أننا للأسف الحاجات دي نشرها في العراق مش نشرها في مصر. الأحداث اللي حصلت في حوض النيل، دولة زي رواندا عاصمة كيجالي اختيرت أنظف عاصمة في أفريقيا عام 2017، العالم كله بيتكلم عنها، الإعلام المصري مغيب. رواندا بتعمل أكبر كافي نت في العالم بالتعاون مع الصين. طب إحنا عندنا علم الصين، أنا ليا بحث منصور في العراق اسمه رواندا من المجاعة إلى القمة، قصة طويلة جدا إزاي حصل تطور سريع جدا. التطور ده خطورته زي ما قالوا علماء الأنثروبولوجي من وراه، ما هم بروندي نفس الكلام بيكونوا من توسي وهوتو. طب إيه اللي خلى دول زي ما هم ودول فجأة في 17 سنة وصلوا للقمة؟ إذن هناك أيادي خفية وراء هذا الموضوع. وهذه القضية أنا نهيت بحثي قلتهم نحن أمام كارثة جديدة تأتينا من الجنوب. في الماضي كان عندنا إسرائيل في الشرق دولة قليلة عدد السكان قوية التأثير في النظام العالمي، الآن تأتينا دولة أخرى في الجنوب في إريتريا دولة قليلة في عدد السكان ولكنها سيصبح لها تأثير قوي جدا على القرار السيادي في أفريقيا. أوغندا أنتجت عربية اسمها كيرا بتاعتها من 13 مؤسسة، احنا ما عندناش عربية مصرية. في كينيا أنتجت عربية موبيس، دي عربية كينية ومتقدمة جدا 4x4. أشياء كثيرة جدا احنا كإعلام بتاعنا ما بيغطيش الكلام ده. وبالتالي الراجل الأفريقي هناك انفصام حقيقي بين طبقة العلماء والمجتمع في دول حوض النيل، مجتمعين وهم كلهم بيقولوا لنا طب انتوا فين؟ يعني أنا مثلا في لقاء مع المستشار الثقافي لإريتريا قال احنا عندنا 300 محمية طبيعية، طب انتوا بتعملوا أفلام، بتعملوا مسلسلات، بتعملوا أغاني كليب، فيديو كليب، ما بتجوش نتصوروا عندنا، ما بتنقلوش لنا المواطن الإريتري لمصر. أنا وكان رد الراجل كده، الراعي في إريتريا يعرف مصر ولكن أستاذ الجامعة في مصر لا يعرف شيء عن إريتريا. ده كلام من ملحق ثقافي شخصية رسمية في الدولة. شكرا. أنت عندك علماء عظام لازم تسعوه. شكرا يا فندم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السير عبد الفتاح، أستاذ مساعد كيمياء المية في مركز بحوث الصحراء. في الحقيقة أنا سعيد جدا وفخور أن أنا موجود مع حضراتكم في الندوة العلمية الجميلة دي. عندي بس تعليق كلام أستاذنا الدكتور محمود أبو زيد، هو بالنسبة لأن أنا فعلا حضرتك يعني لما بنسافر بره بنلاقي فعلا الدرينكينج ووتر أو مياه الشرب مفصولة تماما عن مياه الاستخدام العام. الحاجة التانية اللي احنا ممكن نفكر فيها أن احنا ممكن نعمل زي وحدات معالجة مركزية على كل كومباوند أو كل عمارة، الوحدات دي يكون الهدف منها عمل معالجة لمياه المطبخ أو مياه الحوض وإعادة ضخها كمياه للاستخدام في الحمامات. الحاجة التانية اللي أنا عايز أسألها ومش عاوز أكون بيها بصراحة يعني صورة مظلمة، في حالة لا قدر الله إن السد فعلا اتبنى وتم تخزين للمية ولا قدر الله حصل اللي احنا ممكن بنكون متوقعينه، حصل مثلا يعني ان السد خلاص انهيار للسد، هل تم البدء في وضع دراسات لدرء مخاطر في حاله انهيار السد؟ هل تمت بالفعل؟ طب اتفضل بقى. شكرا. انت كويس قلت لنا النقطه دي عشان كنا هننساها، عشان دي احد الحاجات اللي شغاله على الفيسبوك وبيقولوا ان الميه هتوصل راس البر تصيف وترجع. اتفضل حاجه دكتور حسام مغازي على لي على النقطه دي. إن ما بيحصل انهيار للسد بيحصل، ممكن يحصل انهيار جزئي أو كلي، يعني قطعة منه نزلت والباقي بيظل، أو انهيار كامل ودي حالة كارثية. فالدرجات دي بتدرس قطعة منه أو المهم، فبتبقى هذه السيناريوهات بتدرس. فالبعض بيعتقد إن نفس كمية ال 74 مليار بيروحوا كلهم ماشيين 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 يجيين لحد مصر. هنا خطأ الكلام ده، بنيجي واحنا ماشيين في السكة في الرحلة دي كلها كام ألف كيلو. السودان أرضه مسطحة، فما بيحصل المجرى ازدحم بكمية من الانهيار فبيفيض جانبين، ومعروفة كل سنة السودان بيعاني من هذا الفيضان يعني. فحقيقة يعني يؤسفنا نقول إنه هيكون أكثر المتضررين دولة السودان الشقيقة بشكل كبير جدا، فبتفيض المية وتصل الى شرقا وغربا، دي اول جزء من الهدر اللي هيحصل. ثم تتجه للكتله الثانيه من المايه اللي هي بحيره ناصر. بحيره ناصر ساعتها فوق ال 160 مليار،
فما تبقاش مليانه كلها، بيبقى فيها 120 140 150، فبتستوعب جزء من الكتله اللي جايه. طيب زادت وامتلت البحيره، خبراء وزاره الري عاملين حاجه اسمها مفيد توشكا. مفيد توشكا ده بيتجه بالمياه الزائده عن بحيره ناصر الى الصحراء. وحاليا اتفتح معلومه يمكن لحضراتكم، يوم 20 اول امبارح اتفتح المفيض، ان بحيره السد الحمد لله اتملت والميه بتتجه حاليا الى خبر يسعدنا طبعا، وندعو ربنا سبحانه وتعالى انه يستمر هذا الشيء، انه بيغذي الخزان الجوفي وبيتم عليه انشطه اخرى كثيره. يبقى اذا المفيض بياخد جزء، هذا المفيض بيمرر حوالي 300 مليون متر مكعب يوميا، فبالتالي بياخد جزء كبير من هذه الكتله الزائده عن بحيره السد. بيتم حاليا توسيع وتعميق المفيض، مش يبقى 300 عشان ياخد 500، ده شغل وزاره الري بتطرحه فيه عمليا. طب زاد والمفيض ما بيخدش والبحيره اتملت والسودان خد جزء كبير، وما زال في عند في السد العالي صمام امن اسمه مفيض السد العالي. هذا المفيض لو البحيره اتملت بيعمل يمر الميه من ورا السد، من امام السد لخلفه، في مجرى موجود عليه بوابات، بتتفتح البوابات دي حوالي حاجه و50 بوابه بتتفتح وبتمر الميه وتكمل رحلتها في نهر النيل برضه كصمام امن اخر. ونهر النيل ساعتها بيبقى فيه خطط لاحباس معينه بتتملى ويتم يعني التحرك فيه. يعني بنقول هذه السيناريوهات اتعمل، لكن عشان برضه ما نقولش هذا الكلام بشكل مطلق، الخوف من في سكه الميه وهي جايه انهيار للسدود سودانيه اخرى. هنا الموضوع هيبقى له شكل اخر، ان كتله الميه اللي جايه وهناك سد سوداني، اثنين في ثلاث سدود في السودان، قدرا كل واحد من دول شال جزء من الفيضان وعدى جزء او من الانهيار، ثم ياتي الثاني شال جزء. الخوف ان لا قدر الله الميه المخزونه في هذه السدود قد يحصل لها انهيار وتتحرك هي اخرى مع اللي جاي، ثم يتبعها سلسلة من الانهيارات الأخرى. طبعا هذا سيناريو تشاؤمي وبنفترض كل حاجة كذا، لكن العلماء أو الخبراء بيحطوا هذه الأشياء في مجموعة من السيناريوهات. يعني الوقت مش عشان بقية الندوة، معمول السيناريوهات المختلفة بما يضمن حياتنا وبما يضمن يعني منشآتنا المائية في مصر داخل الحدود المصرية. شكرا. يعني ده اللي احنا بنقوله، يعني الهدف بتاعنا النهاردة الحشد الموجود، وهناك اخرين ممكن يدلوا بدلوهم، ان احنا زي ما قال الدكتور حسن راتب اي فراغ بيشغل، فاحنا مش مفروض نترك الفراغات ثم نلوم انفسنا ان احنا تركنا هذه الفراغات. انا هقدم نموذج لمصري بيعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وحريص دايما على المشاركة، دكتور هشام العسكري، بيتكلم عربي ومختصر وتو ذا بوينت. انت كان في سيناريوهات قدمتها، بعد اذن حضرتك عشان ندي فرصة لآخرين. هشام العسكري، استاذ نظم علوم الارض والاستشارة عن بعد جامعة شابمان يونيفرسيتي في كاليفورنيا. النهاردة احنا كان عندنا جلسة نتكلم على البحث العلمي في ندرة المياه، وبنشتغل على البيانات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وبنشتغل بالنيورال نتوركس، وبنشتغل بالديب ليرنينج والديتا مايننج. فاحنا وجدنا، انا باكد على كلام الدكتور حسام، ان احنا لما نيجي نتكلم على التغيرات المناخيه فيها سايكلز مختلفه او فيها دورات، احنا ما بنقدرش بالطرق المعروفه في الاستاتستكس او في الاحصاء ان احنا نقدر نشوف الدورات ديت. امبارح او في الجلسه اللي تمت امبارح بالعرض المشكله للسد، تم وضع سيناريو او تم وضع الحد لتعريف الدراوتس اكوردنج تو الجفاف بالضبط. الجفاف بالنسبه للتعريف من اثيوبيا ان هو اتحط عند رقم محدد للنايل فلو، وكان على اساس هذا الرقم كان في بعض البيكس او بعض الدبس اللي كانت موجوده في هذا البروفايل او في هذه التايم سيريز. فاحنا لما بصينا على الامور ديت وجدنا ان في دورات اخرى مثل النينيو طبعا غير ماخوذه في الاعتبار تماما، ودي بتؤثر بشكل عالي جدا على الجفاف. ولما وضعناه في الاعتبار وجدنا ان هذا الحد اللي هو كان مفترض عند 30 طبعا ده حد تو اكستريم لتعريف الجفاف. فاحنا وجدنا ان لما يكون النايل فلو عند اكتر من 44 احنا لسه بنتكلم في جفاف.
فطبعا يعني ده يفرق فروقات ضخمة جدا في عملية الإدارة المشتركة. التغيرات المناخية هي عبارة عن مشكلة عالمية بتواجه العالم كله، والسيناريو بتاعها فيري فيري كومبليكيتد، لان حضرتك بتتكلم على فريكوانسز او يعني ترددات او دورات جوه الداتا ما بتبانش بالسهوله ان الناس متخيلها او ان الناس فاهمها. فاحنا لما بنعمل اناليسيس بتولز عاليه جدا او تقنيات عاليه جدا بنقدر ان احنا نفهم الترددات ديت او الفريكوانسز ديت، وبالتالي نقدر يبقى عندنا منتج بناء عليه متخذ القرار يبقى عارف بالظبط ايه اللي هو بيواجهه ويبتدي ياخد البريكوشنز المظبوطه. اكثر دقه. وتحياتي. شكرا جدا. الاستاذ دكتور حسين العطفي ما اتكلمش. شكرا جدا دكتور اسماعيل. وانا بتكلم يعني تقريبا في اخر الجلسه، فطبعا الموضوعات كلها مغطاه. بشكر الدكتور حسن راتب والمنصه الكريمه على الموضوعات اللي اثروها. وواضح ان عندنا تحديات على مستوى الملف الداخلي والملف الخارجي. في الملف الخارجي تناول الاستاذ الافاضل وجدنا ان هناك في طبيعه الازمه ان هناك في تعنت غير مبرر خصوصا من النواحي الفنيه من اثيوبيا، وان السد بهذا الحجم يتجاوز الابعاد التنمويه. واصبح السد قضيه السد هي اولويه في الاجنده السياسيه الحمد لله دلوقتي، ونثق في انه الفريق المفاوض وفي القياده السياسيه النهارده اتصور انه من ضمن الاوراق اللي ممكن ان القياده السياسيه لها ظهير شعبي جارف يمكن ان يلتف حول هذا القياده السياسيه في توجهها الحالي، والنداء للمجتمع الدولي ليقف عند مسؤولياته والتزاماته في تحقيق العداله والانصاف فيما يخص استخدام المياه. النقطه اللي انا عايز اقولها في موضوع بقى الصحافه والاعلام، انا هقول مثال طبعا الاجتماع السري العاني اللي كان موجود، لان ظروف التفاوض ظروف شاقه ولا ظروف خاصه. بنتكلم في النهارده قضايا المياه بتسيس، في تدخلات اجنبيه، في ظروف اقتصاديه واستقرار غير متواجد في معظم الدول دي، في محاولات تغيير توازنات القوى في المنطقه. فانت بتتكلم في ظروف صعبه بتجعل المفاوضات طبعا اكثر، وهناك ارث تاريخي حساس لدى الجانب السوري بصفه خاصه في موضوعات الاتفاقات القديمه اللي اشار اليها الاستاذ الدكتور مفيد شهاب. لكن الاجتماع السري العاني وهو جزء يخص الاعلام، لانه اثيوبيا اخذت هذا الاجتماع وكسب به تعاطف بالمجتمع الدولي، وكان له تاثير كبير جدا على المفاوضات، ووضح فيه عدم الحس الوطني او المسؤوليه الوطنيه. فهنا دور الاعلام دور مهم جدا، لانه الاعلام اذا ما اخذ قضيه سواء بقى تطرق اليها بالتهويل او التهوين، فالامر بيبقى له تاثير على طبيعه المفاوضات وطبيعه القضيه نفسها. عشان كده الاعلام النهارده دوره مهم جدا، دوره مهم في ان ينقل الرساله بالموضوعيه والمصداقيه لدى المواطن الشارع، لان المواطن الشارع قلق واصبح وقلق مشروع انه يبقى. فاحنا هنا الاعلام ليه دور، الاعلام المتخصص، وانا برضو بنتهز الفرصه في وجودكم في وجود الدكتور اسماعيل والدكتور حسن والدكتور محمود ابو زيد في موضوع الاعلام، كيف يمكن ان يرتقي الاعلام يبقى اعلام متخصص يمكن ان يبقى له دور في تناول مثل هذه القضايا من خلال يا اما ورشات عمل زي اللي احنا فيها، دورات تدريبيه، يعني لازم النقطه دي تبقى موجوده. كويس. النقطه الثانيه الملف الداخلي، وانا اعتقد انه يحتاج النهارده ايضا استمرار في العمل الجاد في الملف الداخلي. بعض المحاور اللي اثيرت عن ترشيد الاستخدامات وتوفير الفواقد في كل القطاعات، الصناعه والزراعه والشرب، كل هذه القطاعات تحتاج. لكن ايضا اعتبر انا انه زي ما قال الدكتور هشام البحث العلمي، احنا بنوطن التكنولوجيا زي الدكتور حسام، لكن احنا ايضا نحتاج الى تطويع التكنولوجيا لانها تبقى تتواكب مع الظروف المصريه عشان تبقى موجوده. شكرا. النقطه الاخيره الوعي. الوعي مهم، قضيه امن قومي، توعية المواطن المصري، كل الأمور وكل الخطط وكل كلها قائمة على أن توعية المواطن المصري قضية قومية، يجب الانتقال بالمواطن المصري
من ثقافة الوفرة اللي احنا عايشين فيها ما زلنا نعيش فيها إلى ثقافة الندرة. شكرا. شكرا جزيلا. الحقيقة احنا هندي كلمة للدكتور أحمد، واحنا معانا الدكتورة شادن وآخرين. اتفضل دكتور أحمد سريعا. بشكر الدكتور مفيد انهم حاطوا نقطتين مهمين جدا في الاتفاقية الإطارية، هي إدارة السد وتوقيت الملء. ده الحبل اللي خلقت بيه أثيوبيا نفسها. دي كتير قوي ما حدش واخد باله من القصه ديت غير العاملين في تصميم وانشاء السدود واداره السدود واداره الريزرفوارز او الخزانات التابعه ليها. اذا هنا عشان نبني حاله الانهيار في السد في هذه المنطقه مع التكنولوجيات الحديثه التي تمت في علم السدود الان، من الصعوبه بمكان ان ينهار السد لانه يتم تجهيز الاماكن قبل وممكن اثناء وبعد وبعد انشاء السد لمعاملات الامن الخاصه بيه. هندي الفرصه دلوقتي الدكتوره، احنا قلنا الدكتوره شادن. شادن عبد الجواد، رئيس المركز القومي لبحوث المياه سابقا وحاليا استاذ بالمركز، وفي نفس الوقت مقرر لمجلس بحوث المياه والري باكاديميه البحث العلمي. الحقيقه هعلق تعليق عام. أنا استمتعت جدا بجلسة أمس، إنه أول مرة يبقى فيه نوع من الوضوح والرؤية للمجتمع العلمي بكامله على موضوع سد النهضة، لأنه موضوع من الأول كان فيه نوع من أقدر أقول التعتيم شوية، ففي ناس كتيرة جدا ما كانتش عارفة التفاصيل. الحقيقة كانت الجلسة ممتعة جدا وتعلمنا منها وعرفنا حاجات كتيرة كانت خافية حتى على المجتمع العلمي بالكامل. تيجي الجلسة بتاعت النهاردة الحقيقة بتكمل جلسة أمس، فيها معلومات كتيرة جدا يعني جيدة وشيقة. يعني أقدر أقول إنه الجلستين الحقيقة كانوا مهمين. الجلسة حتى كان من الأول كان عنوانها دور الإعلام المائي أو الإعلام يعني بصفة عامة في موضوعات المياه، بس برضو تطرقنا أكتر لموضوع سد النهضة وتفاصيله ومشاكله والحوارات اللي تمت والدراسات اللي تمت على مدار السنين. فدي نقطة مهمة جدا. أنا أتذكر إن إحنا من خلال مجلس علوم المياه كنا يمكن سباقين إن إحنا نعمل ندوة، الكلام ده اتعمل في سنة 2014، ناقشنا فيها هذا الموضوع اللي كان لسه في بدايته. كان مشرفنا الدكتور مفيد شهاب ودانا برضو البعد القانوني لهذا الموضوع. فالحقيقة يعني مهم جدا إن إحنا نستمر في عمل هذه الندوات. احنا عايزين فعلا الناس تسمع العلماء والخبراء والمختصين في هذا الموضوع، سواء الموضوع سد النهضة او اي موضوع يخص الشأن العام. فده مهم جدا، استمرارية الحوار مع المجتمع بصفة عامة على هذه الموضوع. انا بشكر حضرتك جدا، لانه الحقيقه ده كان مطلب الدكتور حسن راتب، انه في عند اعداد هذه الندوه انه قال لي انا عاوز اكبر حشد من العلماء والخبراء، فاحنا دي الحقيقه كان التوجه. اتفضل سريعا. الدكتور مصطفى محمد ابو بكر، مدرس الاستشاره عن بعد ونظم معلومات جغرافيه بكليه العلوم جامعه الازهر. وانا طبعا سعيد ان انا بشارك في المنتدى الكبير وبسمع من اساتذه الكبار المداخلات المهمه، وكنت اتمنى ان يكون في اكتر من لقاء بخصوص موضوع سد النهضه، لان كل لما بتتجمع الخبرات ده بيسري القضيه وبيبقى في تنوع في الاراء. في الحقيقه انا عندي ثلاث نقاط اساسيه هتكلم عليهم. النقطه الاولانيه هي بعض النقاط التي لا تناقش على السطح في القضية، سواء في الإعلام أو في لجنة الخبراء، وأهمهم هي مقدار الفاقد من مياه بحيرة سد النهضة. بحيرة سد النهضة بحيرة ضخمة جدا بتمتد لأكثر من 1800 كيلومتر مربع، دي مساحة رهيبة أكبر من بعض مساحات محافظات مصر. المساحة دي هيكون عليها كمية فقد وبخر كبير جدا، سواء عن طريق البخر أو عن طريق التسرب للمياه الجوفية أو الشقوق، خصوصا أن منطقة السد موجودة في منطقة بها صخور بازلتية وصخور نارية فيها تكسير كتير، ودوت هيأثر على حصة مصر من إيرادات السد، إيرادات نهر النيل.
الفاقد ده كله يا فندم ما بيتناقش وما فيش حد بيتكلم عليه. الفاقد دوت ممكن يخلي ال 74 مليار متر مكعب ساعة السد تزيد ل 100 مليار متر مكعب لما نيجي نحسبها بالمودلز. في الحقيقة معظم البيانات اللي بنقدر نحصل عليها عن سد النهضة بتكون عن طريق بيانات الاستشارة عن بعد، لأن ما فيش بيانات حقيقية موجودة على الأرض أو بيانات منشورة إلا قليل جدا. بيانات الاستشارة عن بعد بتدينا بدقة جديدة جدا وضع السد، وضع الإنشائي والحدود والوضع الجغرافي والطبوغرافي للمنطقة اللي حوالين السد. النقطة الثانية المهمة اللي أنا كنت عايز أتكلم عليها هي نقطة المخاطر، مخاطر انهيار السد، ودي نقطة أثيرت كتير في الإعلام وناس كتير اتكلمت فيها للأسف بدون دراسة حقيقية. أي حد عشان يتكلم لازم يكون عنده دراسة، يكون عنده داتا يقدر يقنع بيها الخصم اللي قدامه. مخاطر انهيار السد نتيجة الوضع الجيولوجي، سد النهضة موجود في منطقة تعتبر فيها فواصل وشقوق في القشرة الأرضية وفي منطقة الأخدود الإفريقي العظيم أو الأفريكان ريفت. المنطقة دي بتحصل فيها أنشطة زلزالية متوسطة وليست كثيفة، لكن أي سد قبل ما بيتم بداية الإنشاء فيه بيتم على دراسات مستفيضة. الدراسات دي بتحدد نوعية التربة وكيفية التعامل معها بطرق كتيرة جدا بحيث يكون في ستابيليتي في التربة. فإحنا قبل ما نتكلم على فكرة الانهيار لازم نعرف إن في مكاتب عالمية قامت بدراسات على الموضوع ده. المخاطر من الوضع الجيولوجي تعتبر تكون محدودة، لأن المنطقة اللي أقيمت فيها السد هي دي منطقة تم عليها دراسات في السابق عن طريق مكتب الاستصلاح الزراعي الأمريكي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية سنة 1969، وحطت نفس المكان أو اختيرت نفس المكان إن ده أنسب مكان لإقامة السد. فالوضع الجيولوجي ليس له تأثيرا ضخما أو كبيرا على السد في الوضع الحالي. مخاطر الكلام ده على مصر، مية السد أو مياه السد كي تصل مصر تحتاج حوالي 18 يوم عشان توصل للسد العالي. ده نتيجة أن درجة الميل في السودان ليست قوية، درجة ضعيفة جدا، والمياه بتنتشر بشكل أفقي وهتاخد فترة طويلة قبل ما توصل، وكمية المياه قادر السد العالي وبحيرة السد العالي ومفيد تشكع على استيعاب أي كمية تصل من انهيار سد النهضة أو السدود السودانية. الحاجة الأخيرة هي مصطلح بيستخدمه العامة كتير، إن تصميم السد هو تصميم عدائي. التصميم العدائي دوت بمتضمن إن السد هو ليس سد واحد ولكن هما سدين. في الحقيقة إن التصميم الأساسي للسد إنه يشيل 14 أو يشيل 11 مليار متر مكعب، ولكن الكمية زادت وبهدف أعتقد سياسي إن يتعمل سد جانبي يضيف 60 مليار متر مكعب لمخزون السد. تصميم السد نفسه، أي سد بيقام على دول بيمر بها وليس الدول مصب، المفروض يكون في فتحات في أسفل السد تسمح بمرور المياه بشكل مستمر على المجرى، ولكن السد المقام حاليا لا توجد به هذه الفتحات. الفتحات الموجودة هي فتحات التوربينات وفتحات الطوارئ أو فتحات المفيض فقط، وده طبعا معناه أن لن يتم ضمان استمرار المياه في مجرى نهر النيل فترات السد إلا التي تمر عن طريق فتحات التوربينات، وده هيبقى ليه ضرر وليه ضرر مبالغ فيه على دول المصب وأكثرهم مصر. دي كانت بعض التعليقات على موضوع سد النهضة. والحاجة الأخيرة إن حاليا بنشتغل على نوع من أنواع المودلز، أقمار صناعية بتقيس الكتلة أو بتقيس الجاذبية في الأرض، وبنقيس حركة المياه الجوفية اللي بتتسرب للصخور وبتتحرك، ودي زي ما هيكون في فاقد، في جزء من الفاقد دوت ممكن يوصل لمصر عن طريق انسياب المياه الجوفية التحت السطحية. ده ثبت عن طريق قمر صناعي اسمه جريس. بشكر حضراتكم مرة تانية وإن شاء الله نتقابل في لقاءات قادمة. شكرا. أنا الحقيقة بشكركم جميعا وأتمنى أن احنا نكون نجحنا في المهمة التي كان يجب أن احنا نقوم بها،
واحنا نتصدى لكل الاجتهادات الغير علمية، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي على خير، وشكرا جزيلا.